يبحث عن الفرصة. الشخص الجيد يسبغ الأحداث بألوانه الخاصة ويطوع ما يحدث لصالحه. سينيكا، أحد التطورات الأكثر إثارة للخوف والذعر في الحرب الحديثة هو الحرب الخاطفة. فخلال الحرب العالمية الثانية أراد الألمان تجنب القتال الطويل الذي خاضوه في الحروب السابقة، فجعلوا من وحدات الجيش المتحركة قوات هجومية سريعة تفقد العدو قدرته على الاستعداد. وكانطلاق السهم اجتاحت الدبابات الألمانية بولندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا، مسببة دمارا كبيرا وشللا في القدرة الدفاعية للعدو. في معظم الحالات استسلمت قوات العدو بسهولة، بدلا من مواجهة هذه القوة الهجومية الغاشمة غير القابلة للانهزام. فاستراتيجية الحرب الخاطفة جراء المفاجأة، فلا بد له من الانهيار أمام ما يبدو أنه قوة ساحقة، فنجاحها يعتمد تماما على رد الفعل هذا. تنجح هذه الاستراتيجية العسكرية لأن القوات المضادة ترى القوة المهاجمة كعقبة كبيرة قد تقضي عليها. هكذا نظرت قوات الحلفاء للحرب الخاطفة في معظم فترة الحرب، فلم يروا سوى قوتها وضعفهم أمامها. ففي الأسابيع والشهور التي تلت الغزو الناجح لنورماندي على يد قوات الحلفاء، واجهوا ذلك مرة أخرى حين شنت ألمانيا مجموعة من الهجمات المضادة الهائلة. كيف استطاعوا وقف هذه الهجمات؟ هل عادت بهم إلى الشواطئ ذاتها التي سيطروا عليها بعد أن دفعوا ثمنا باهظا؟ كان هناك قائد عظيم أجاب عن هذا السؤال. فحين عقد اجتماع في المقر الرئيسي في مالطا، قرر الجنرال دوايت دي أيزنهاور أن يتخلى عن الخوف الذي يتحكم في قادته الفاقدين للثقة، فقال: الموقف الحالي فرصة لنا وليس كارثة، ستكون هناك وجوه مبتهجة فحسب على هذه الطاولة. وخلال تزايد الهجمات المضادة استطاع أيزنهاور رؤية الحل التكتيكي الذي كان أمامهم طوال الوقت، وهو أن استراتيجية النازية تحمل بداخلها الطريقة التي سنهزمهم بها. حينئذ لم تعد قوات الحلفاء ترى هذا الأمر على أنه مجرد عقبة تهددها، ولكنها استطاعت أن ترى الفرصة داخل هذه العقبة. فما دامت قوات الحلفاء لا تستطيع الانتصار على القوات الألمانية ولكن تقدر على إضعافها، فقد رأت أن هذا الهجوم سيدفع أكثر من 50,000 جندي ألماني للوقوع في المصيدة أو مفرمة اللحم، وهو المصطلح البليغ الذي أطلقه باتون. إن معركة الثغرة ومن قبلها معركة تشيب فاليز كان يخشى أن تكون الانتكاسة الكبرى ونهاية قوات الحلفاء، ولكنهما في الحقيقة كانتا أعظم انتصاراتهم. فمن خلال السماح للجيش الألماني بالتدفق ثم مهاجمته من الجانبين، استطاعت قوات الحلفاء حصارهم تماما من الخلف. والقوة المتغلغلة التي لا تقهر للدبابات الألمانية لم يصبها الوهن فحسب، بل دمرت تماما. وهذا يعلمك ألا تترك الميمنة والميسرة دون حماية، وهو أيضا مثال للدور الذي تلعبه تصوراتنا في نجاح أو إخفاق أعدائنا. الأهم من ذلك أن تلك الواقعة تؤكد لنا أنه من المهم أن لا يعتريك الأحباط أو القلق جراء مواجهة العقبات، بيد أن قليلين هم القادرون على فعل ذلك. لكن بعد أن تسيطر على عواطفك وتستطيع الرؤية بموضوعية والوقوف بثبات، ستصبح الخطوة التالية ممكنة، وهي المرونة الذهنية، حتى لا تنظر إلى العقبة ولكن للفرصة التي تكمن بداخلها. فكما قالت لورا إنجلز وايلدر: الخير يكمن في كل شيء، لكننا لن نراه إلا إذا بحثنا عنه. ولكننا لا نجيد البحث عنه، فنحن نغلق أعيننا ولا ننظر للهدية. تخيل نفسك مكان أيزنهاور، حيث هناك جيش يقاتلك وما تراه هو الهزيمة الوشيكة فحسب. كم من الوقت كان من المفترض أن تستمر الحرب؟ كم عدد الأشخاص الآخرين الذين كانوا سيلقون حتفهم؟ المشكلة تكمن في تصوراتنا المسبقة، فهي تشير لنا بأن الأمور بحاجة إلى أن تسير بطريقة معينة. لذا حين لا تسير وفقا لهذه الطريقة، نفترض تلقائيا أننا نعاني سوء الحظ، أو أننا سنهدر وقتنا إذا ما سلكنا طريقا بديلا، في حين أن هذا شيء طبيعي وكل موقف هو فرصة لنا للتصرف. نفترض تلقائيا أننا نعاني سوء الحظ
أو أننا سنهدر وقتنا إذا ما سلكنا طريقا بديلا، في حين أن هذا شيء طبيعي وكل موقف هو فرصة لنا للتصرف. دعنا نتحدث عن مثال نواجهه جميعا، وهو أن يكون لديك مدير سيء. حينها نتصور أننا نعيش في جحيم، وكل ما نراه هو أن هذا الأمر يرهقنا نفسيا ومن ثم يصيبنا القلق. لكن ماذا إذا رأيته فرصة وليس كارثة؟ إذا كنت تعاني الأمر حين تقول أنك وصلت لنهاية المطاف وتفضل الاستقالة، فاعلم أنك حينها تكون لديك بالفعل فرصة فريدة لتنمية وتحسين نفسك، أو لتجربة حلول وأساليب مختلفة، أو لتنفيذ مشروعات جديدة تضيف لمهاراتك. يمكنك دراسة هذا المدير السيء والتعلم منه بينما تملأ سيرتك الذاتية وتجري اتصالاتك من أجل وظيفة أفضل في مكان آخر. يمكنك الاستعداد لتلك الوظيفة من خلال تجريب أساليب جديدة للتواصل أو الدفاع عن نفسك، كل ذلك فضلا عن الحرص على التزود بشبكة أمان لنفسك. الاستقالة والخروج من هناك مع هذا التوجه الجديد وعدم الخوف، من يعرف، قد تقدر على استخلاص الامتيازات وتجد أنك أصبحت تحب الوظيفة مرة أخرى. ذات يوم سيرتكب المدير خطأ، وحينها ستتحرك وتنتصر عليه. سيكون ذلك أفضل من الشكوى والغيبة والخداع والافتقار للشجاعة والإرادة. أو دعنا نتحدث عن مسألة أخرى، وهي المنافسة الطويلة في العمل أو تلك الشركة المنافسة. ذلك الشخص الذي يسبب مشكلات لا نهائية، لاحظ حقيقة أنه يجعلك دائما في حالة تأهب، يزيد من نسبة التزامك، يحفزك للبرهنة على أنه على خطأ، يزيد من صلابتك، يساعدك على تقدير الأصدقاء الحقيقيين، أو يعطيك مثالا للأشخاص الذين لا تريد أن تكون مثلهم. أو دعنا نتحدث عن جهاز الكمبيوتر المعطل الذي مسح كل أعمالك. هكذا ستجد فرصة لتقديم أعمالك بشكل أفضل، لأنك ستعيد إنجازها مرة أخرى. ماذا عن قرار العمل الخطأ؟ حسنا، لقد وضعت افتراضا واضحا بأنه خطأ، فلماذا الانزعاج؟ فحتى العالم يخطئ في تجاربه ويتعلم من هذه الأخطاء، وأنت الآن تعلمت ألا تراهن كثيرا على ذلك في المرة القادمة، وتعلمت شيئين آخرين، أن حدسك كان على خطأ وأنك تمتلك النزعة إلى المخاطرة. النعم والمحن متلازمتان معا، إنه لأمر أكثر من معقد. فقد قال سقراط إن زواجه من سيدة مزعجة كان بمثابة ممارسة جيدة للفلسفة. أنت ترغب بالطبع في تجنب الشيء السلبي كلما أمكن ذلك، لكن ماذا إذا كنت قادرا على تذكر الفعل الثاني الذي يبدو أنه يصاحب دائما المواقف المؤسفة التي نحاول جاهدين أن نتجنبها؟ أجرى علماء علم النفس الرياضي مؤخرا دراسة على نخبة من الرياضيين الذين مروا بمحنة أو إصابة خطيرة. في البداية عبر كل منهم عن شعور بالعزلة والاضطراب العاطفي والشك في قدراته البدنية، لكن بعد ذلك قال كل منهم إنه اكتسب رغبة في مساعدة الآخرين، وأصبح يمتلك تصورا جديدا وأدرك نقاط قوته. بمعنى آخر، تحول كل خوف أو شك شعورا به خلال الإصابة إلى قدرات هائلة في تلك الجوانب تحديدا. إنها فكرة جميلة. يطلق علماء النفس على ذلك تطور ما بعد المحنة أو تطور ما بعد الصدمة. فمقولة ما لا يقتلني يقويني ليست مجرد مقولة مبتذلة، ولكنها حقيقة. إن الصراع مع العقبات يدفع المقاتل حتما لمستوى جديد من الأداء، وبقدر ما تكون المواجهة يكون التطور. فالعقبة ميزة وليست محنة، والعدو هو أي تصور يمنعك من رؤية هذا. من بين جميع الاستراتيجيات التي تحدثنا عنها، هذه هي الاستراتيجية التي نستطيع استخدامها دائما. فكل شيء يمكن أن يتغير إذا دققنا النظر به. نظرة ثاقبة ترى الهدية فقط، متجاهلة كل شيء آخر يصاحبها. وإلا فسنظل في حرب طوال الوقت دون التوصل لنتيجة، حيث ستظل العقبة باقية وستظل الفائدة كامنة أسفل تلك العقبة. من هذا الأحمق الذي لا يريد أن يحصل عليها؟ فالأشياء التي يتجنبها الآخرون أو يبتعدون عنها نكون ممتنين إليها.
فعندما نتعامل مع شخص وقح وغير محترم فإنه يستخف بنا، وهذه ميزة كبيرة. متآمر، لن يكون علينا الاعتذار حين نعاقبه ليكون عبرة لغيره. كثير الانتقاد أو التشكيك في قدراتنا تكون التوقعات المنخفضة أسهل في تجاوزها. كسوء يجعل ما ننجزه يبدو أكثر إثارة للإعجاب. إنه لا أمر مدهش. تعد هذه نقاط بداية ممتازة، وهي في بعض الأحوال أفضل مما كنت تتمناه في أفضل السيناريوهات. ما الميزة التي ستستخلصها من شخص مهذب أو لا يوجه النقد؟ بعض الفوائد الاستفادة منها ومن ثم التصرف على أساسها. لذلك ركز على هذا الأمر، على الهدية المغلفة بشكل سيء ومثير للإشمئزاز التي تقدم إليك في كل موقف سلبي، لأن وراء هذا الغلاف السيء يوجد ما نحتاج إليه، يوجد شيء ذو قيمة، هدية تحمل بين طياتها فوائد كبيرة. لا أحد يتحدث هنا عن بديهيات أسلوب نصف الكوب الممتلئ، فهذا الأسلوب يختلف تماماً عما نتحدث عنه، لأننا هنا ننظر للأمر السلبي ونفحصه ونتجاوز حدود ما به من أشياء غير مرغوبة فيها حتى نصل للهدف المرجو، الشيء الإيجابي. استعد للفعل، كن كالنمر عند التأهب. علينا جميعاً أن نضع الافتراضات ونقدر التكاليف والفوائد، فلا أحد يطالبك بالنظر إلى العالم من خلال نظرات وردية، ولا أحد يطلب منك الأخفاق النبيل أو الاستشهاد، لكن الجرأة هي الإقدام على الفعل أياً كان الأمر، رغم إدراكك لسلبية العقبة التي تواجهها وحقيقتها. قرر أن تتعامل مع ما يعرقل طريقك، ليس لأنك مغامر تتحدى الصعاب، لكن لأنك حسبت الأمر وتقبلت فكرة المخاطرة بشجاعة. في النهاية، وبعد أن جعلت تصوراتك تسير نحو الوجهة الصحيحة، الخطوة القادمة هي الإقدام على الفعل. هل أنت مستعد؟ الفعل. ما الفعل؟ الفعل في حد ذاته يعتبر شيئا عاديا ومألوفا، لكن الفعل الصحيح ليس كذلك، فنحن لن نقدم على أي نوع من الفعل، فأفعالنا ستكون موجهة، فكل شيء يجب أن يتم لخدمة الكل، خطوة بخطوة وفعل بفعل. سنقضي على العقبات الموجودة أمامنا، سنستطيع بالمثابرة والمرونة أن نحقق أهدافنا. الفعل يتطلب الشجاعة وليس الوقاحة، والتطبيق الابتكاري وليس القوة الغاشمة. فتحركاتنا وقراراتنا هي التي تحدد سمات شخصيتنا. علينا أن نتأكد أننا نتصرف بتأنٍ وجرأة ومثابرة. هذه هي مواصفات الفعل الصحيح والفعال، لا شيء آخر. ليس التفكير أو التهرب أو طلب المساعدة من الآخرين، فالفعل هو الحل والعلاج للأزمات. قاعدة الفعل. لم يكن هناك دليل على أن ديموستيني سيصبح أعظم خطيب في أثينا، بل وفي التاريخ بأكمله. فقد ولد مريضا وهزيلا، وكان يعاني صعوبة في الكلام، وفي عمر 7 فقد والده، ثم اتجهت الأمور نحو الأسوأ، فقد سرق الأوصياء عليه ميراثه الكبير الذي كان من المخطط أن ينفق منه على تعليمه، فرفضوا الدفع لمدرسيه وحرموه من التعليم الذي كان حقا له. ومع مرضه وضعفه لم يقدر ديموستيني أيضا على التميز في المجال الآخر الذي يمثل أهمية كبرى في الحياة اليونانية، وهو ساحة الألعاب الرياضية. فكان طفلا يتيما وغريب الأدوار، لا يفهمه أحد ويسخر منه الجميع. لم يكن الصبي الذي تتوقع أن يكون قادرا فيما بعد على تعبئة الأمة لخوض الحرب من خلال خطاباته فقط. تعرض ديموستيني لأسوأ الظروف التي من الممكن أن يتعرض لها الطفل، فقد ولد يعاني من مشكلات صحية معينة، وهجره كل من اعتمد عليه. لم يكن كل ذلك سهلا عليه، فلو تعرضنا لمثل ظروفه لاستسلمنا في الحال، لكن ديموستيني لم يفعل ذلك. كانت تتعلق في ذهن الصبي صورة أحد الخطباء العظماء، وهو رجل شاهده ذات مرة يتحدث في المحكمة في آثينا. أثار هذا الرجل الماهر والبليغ أعجاب الجماهير الذين ظلوا منتبهين لساعات لكل كلمة يقولها. لقد تمكن من قهر خصومه ببلاغة حديثه وقوة أفكاره فقط لا غير. هذا المشهد
جعل ديموستيني يشعر بالحماسة والتحدي، لأن هذا الخطيب القوي والواثق بنفسه كان يمثل صورة مختلفة تماماً عن شخصيته الضعيفة والمقهورة والعاجزة التي يتجاهلها الجميع. لذلك قرر أن يفعل شيئاً بهذا الشأن لكي يتغلب على مشكلة التحدث لديه. ابتكر تمارين غريبة، كان يملأ فمه بالحصى ثم يتدرب على الحديث، وكان يتدرب على خطب كاملة في أثناء هبوب الرياح أو خلال صعوده أحد المرتفعات الوعرة، وتعلم أن يلقي خطابات كاملة دون أن يأخذ أنفاسا متقطعة، وسرعان ما تحول صوته الهادئ الضعيف إلى صوت قوي وواضح. انعزل ديموستيني عمن حوله وقبع تحت الأرض حيث المخبأ الذي بناه ليدرس به ويعلم نفسه، وحتى يتأكد من أنه لن ينشغل بأي تشتت خارجي علق نصف رأسه كي يشعر بالحرج الشديد من أن يخرج بهذه الهيئة فيقبع في مكانه. ومنذ ذلك الحين التزم بأن يذهب كل يوم إلى هذا المخبأ ليطور من صوته وتعبيرات وجهه وقدراته الجدالية. وعندما خرج من المخبأ كان ذلك مجرد خطوة لتعلم المزيد، فكل لحظة وكل حديث وكل مناقشة كانت فرصة له ليحسن من قدراته. لم يكن ذلك إلا لهدف واحد، وهو أن يواجه أعداءه في المحكمة ويسترد ما سلب منه، وهو ما قام به. حين بلغ سن الرشد أقام دعوى ضد الأوصياء الذين سرقوا ميراثه، فتجاهلوا جهوده وعينوا محامين للدفاع عنهم، لكنه رفض أن يوقفه أحد، وبمرونة وإبداع وقف أمامهم في دعوة تلو أخرى وألقى خطبا لا تعد ولا تحصى. وبثقته بنقاط قوته المكتسبة حديثا وبالجهود التي قام بها انتصر عليهم في النهاية. حينئذ لم يكن قد تبقى من ميراثه سوى جزء ضئيل، لكن الأموال أصبحت بالنسبة له أمرا ثانويا. فشهرة ديموستيني كخطيب وقدرته على قيادة الجماهير ومعرفته الفذة بتعقيدات القانون كانت تفوق في قيمتها ما تبقى من ثروة كانت في يوم من الأيام شيئا عظيما. كانت كل خطبة يلقيها تزيد من قوته، وكل عقبة يواجهها تزيد من إصراره. استطاع التعامل مع المستأسدين وهزم الخوف، وفي أثناء صراعه مع حظه السيء وجد ديموستيني ما كان يريد. سوف يصبح صوت أثينا وخطيبها العظيم وضميرها. لقد نجح بسبب ما مر به وطريقة تفاعله معه، فقد وجه غضبه وألمه نحو التدريب ثم نحو خطاباته، داعما كل ذلك بضراوة وقوة لا يستطيع أحدا أن يجابهها أو ينافسها. سأله بعض الأكاديميين ذات مرة عن الصفات الثلاث الأكثر أهمية لإلقاء الخطب، وقد لخص رده بكلمة واحدة كررها ثلاث مرات: الفعل ثم الفعل ثم الفعل. بالطبع لقد فقد ديموستيني ميراثه، وهذا أمر صعب للغاية، لكنه خلال تعامله مع هذه الحقيقة جعل من نفسه شخصية أفضل، شخصية لا يستطيع أحدا أن ينتزعها منه. لكن ماذا عنك أنت حينما مد شخص ما يده بالسوء نحوك؟ ماذا كان رد فعلك؟ هل طويت يدك أم حاولت الاستفادة من الموقف قدر الإمكان؟ إذا حدث انفجار أو لم يحدث، فهل ستكون من يركض نحوه أم من يركض بعيدا عنه؟ أم أنك ستفعل الأسوأ وتقف عاجزا دون أن تفعل أي شيء؟ هذا الاختبار البسيط للشخصية يوضح لنا حقيقة شخصيتنا، ومن المحزن أن كثيرا منا يخفق به. نختار عدم الإقدام على أي فعل، رغم أن الفعل أمر طبيعي وفطري، فحين تتعرقل وتسقط سيتصرف جسدك تلقائيا ليحميك، ستمد يدك كي لا تسقط وكي لا يتضرر وجهك، وإذا تعرضت لحادث مؤلم فستصاب بصدمة، لكنك ستظل قادرا على رفع يدك ووضعها على وجهك. من هنا أتى مصطلح الجرح الدفاعي، فنحن لا نفكر ولا نشكو ولا نجادل، لكننا نقدم على الفعل، فنحن لدينا قوة حقيقية، قوة لسنا على دراية بحجمها. لكن في حياتنا
حين تكون أسوأ غرائزنا تحت السيطرة. نضيع الوقت سدى ولا نتصرف مثل ما فعل ديموستيني، بل نصبح ضعفاء ونعجز عن تطوير أنفسنا. قد نكون قادرين على صياغة المشكلة والحلول المحتملة، لكن بعد أسابيع أو أشهر أو سنوات في بعض الأحيان ستظل المشكلة موجودة أو تصبح أسوأ من ذي قبل. كأننا ننتظر شخصا آخر كي يتعامل معها، أو أننا نظن أن العقبات ستزول من تلقاء نفسها. جميعنا يفعل ذلك، حيث نقول إنني مجهد ومرهق ومتوتر ومشغول ومشوش ومهزوم. وماذا بعد؟ ما الذي نفعله بشأن ذلك؟ نتنزه ونحتفل، أو نقضي وقتا ممتعا، أو نصاب بالكسل، أو ننتظر. إن تجاهل الأمر أو التظاهر بعدم وجوده شعور يبعث على الارتياح، لكنك تعرف في أعماقك أن ذلك لن يغير من الأمر شيء. عليك أن تقدم على الفعل، وعليك أن تبدأ الآن في ذلك. نحن ننسى أن أهم ما في الحياة ليس ما يحدث لك أو المكان الذي تأتي منه، بل رد فعلك نحو ما يحدث وما منح لك. لكي تفعل شيئا مميزا عليك أن تحاول الاستفادة من كل الظروف المحيطة بك. الناس تحول الواقع المرير إلى شيء جميل طوال الوقت، واقع أسوأ بكثير مما نواجهه. أنا أتحدث عن الإعاقات الجسدية والتمييز العنصري والمعارك ضد الجيوش الكبرى، لكن هؤلاء البشر لم يستسلموا، لم يشعروا بالأسف نحو أنفسهم، ولم يخدعوا أنفسهم بأوهام الحلول السهلة، بل ركزوا على الشيء الأهم، ألا وهو التحلي بالحماسة والإبداع. بعض الناس الذين ولدوا في فقر مدقع أو صراع أو فوضى العقود الماضية تحرروا من المفاهيم الحديثة للعدالة أو الخير أو الشر، لأنه لا شيء من ذلك ينطبق عليهم. كل ما كانوا يعرفونه ويملكونه هو الشيء الذي يوجد أمامهم، وبدلا من الشكوى تفاعلوا مع الأمر واستخلصوا منه أفضل ما به، لأنه لا خيار أمامهم غير ذلك. لا أحد يريد أن يولد ضعيفا أو مظلوما، أو أن يعيش على حد الكفاف، أو أن تجابهه عقبة تعرقل له طريقة. مثل هذه الظروف لا تتأثر بالتصور، لكنها تحتاج إلى الأقدام على الفعل. فهذا في الحقيقة هو الشيء الوحيد الذي سوف تستجيب له تلك المواقف. لا أحد يقول إنك لا تستطيع أن تأخذ دقيقة لتفكر، لتعلن الظروف، عبر عن مشاعر غضبك، عبر عما يجول بداخلك، وقيم الموقف. لكن لا تستغرق في ذلك كثيرا، لأن عليك أن تعود للعمل، فكل عقبة نتغلب عليها تشد من أزرنا لمواجهة العقبة التالية. لكن كلا، ليست هناك أعذار أو استثناءات، وليس هناك بدائل إلا المواجهة. ليست لدينا رفاهية الهروب أو الاختباء، لأن لدينا شيئا خاصا جدا نحاول فعله. لدينا عقبة علينا أن نتخطاها ونطوعها لصالحنا. لن يأتي أحد لإنقاذك. وإذا أردنا أن نذهب حيثما نشاء، أن نحقق أهدافنا، فلن تكون هناك إلا طريقة واحدة، وهي أن نواجه مشكلاتنا من خلال القيام بالفعل المناسب. من ثم نستطيع دائما أن نستقبل العقبات التي تقف في طريقنا بالآتي: الطاقة والمثابرة والنهج المدروس والمتناسق، التكرار والمرونة والواقعية والرؤية الاستراتيجية والمكر والدهاء واصطياد الفرص واللحظات بالغة الأهمية. هل أنت مستعد للعمل؟ تحرك. علينا جميعا أن نفاضل بين التحرك والتعب أو السكون والصدأ. أما أنا فقد اخترت التحرك. ثيودور روزفلت. أرادت إميليا إيرهارت أن تصبح طيارة عظيمة، لكن ذلك كان في العشرينيات، حيث كان الناس يعتقدون أن النساء يتسمن بالضعف وليست لديهن القدرة على ذلك، ولم يكن قد مر عقد على أعطاء المرأة حق الانتخاب. لم تستطع أن تكسب قوتها من خلال العمل كطيارة، لذلك عملت أخصائية اجتماعية، وذات يوم تلقت مكالمة هاتفية
وكان الرجل الذي يتحدث إليها لديه اقتراح مزعج. لدينا شخص يرغب في تمويل أول رحلة طيران عبر الأطلس تقوم بها سيدة، وأول سيدة اخترناها رفضت قبول العرض. لن تقودي الطائرة فعلياً، وسنرسل رجلين كمرافقين لك، وسندفع لهما الكثير من المال. أما أنت فلن تحصل على أي أموال مقابل الرحلة. أوه، وهناك احتمال كبير أن تفقدي حياتك خلال هذه الرحلة. هل تعرف ماذا قالت لهذا الرجل؟ وافقت على العرض، لأن هذا هو سلوك متحدي الصعاب، وهذه هي الطريقة التي ينجحون بها في إنجاز المهام، سواء مهمة الطيران أو كسر الصورة النمطية للجنسين. فهم يبدأون من أي مكان وبأي طريقة، ولا يبالون بما إذا كانت الظروف مواتية أم أن هناك من سيستهين بهم، لأنهم يعلمون أنهم حين ينطلقون إذا استطاعوا فحسب أن يحصلوا على قوة دافعة فسيحققون ما يريدون. وهذا ما يحدث مع إيميليا إيرهارت. بعد ذلك وفي أقل من 5 سنوات كانت إيميليا هي أول سيدة تطير منفردة دون توقف عبر الأطلس، وأصبحت من أكثر الناس احتراما وشهرة في العالم. لكن لا شيء من ذلك كان سيحدث في حال إذا ما رفضت هذا العرض المهين أو جلست تبكي على حالها، ولم يكن شيء من ذلك ليحدث أيضا لو كانت توقفت بعد ذلك الإنجاز الأول. فأهم شيء في هذه القصة أنها أخذت زمام المبادرة وانطلقت، وهذا هو سبب نجاحها. قد تكون الحياة محبطة، ففي أحيان كثيرة نكون على دراية بمشكلاتنا، وربما نعلم أيضا ما الذي من المفترض أن نفعله بشأنها، لكننا نخشى أن يكون تحركنا محفوفا بالمخاطرة، أو مكلفا للغابة، أو مبكرا للغاية، أو أن لا نكون قد امتلكنا الخبرة، أو أن يكون الأمر بخلاف ما تصورناه، أو ربما لأننا نعتقد أن شيئا أفضل منه قد يأتي، أو أنه قد لا يجدي نفعا. هل تعرف ما نتيجة ذلك؟ لا شيء، النتيجة هي أننا لا نفعل أي شيء. قل لنفسك قد فات أوان الخوف، الرياح عصفت والأجراس دقت، فانطلق وسر إلى الأمام. نفترض غالبا أن العالم يتحرك وفقا لأهوائنا، فنتراجع عندما يحين وقت المبادرة، ونسير ببطء حين يكون علينا العدو أو حتى الجري بسرعة شديدة، وبعد ذلك نصاب بالصدمة حين لا يحدث أي شيء مهم، أو حين لا نجد الفرص، أو حين تظهر عقبات جديدة أمامنا، أو حين ينتصر علينا أعداؤنا. من الطبيعي أن ينتصروا، لأننا منحناهم المساحة والفرصة لذلك. إذن فالخطوة الأولى هي ارفع المضرب واقذف الكرة. عليك أن تبدأ حتى تتمكن من الذهاب حيثما ترغب. دعنا نفترض أنك بالفعل قمت بذلك، إنه لشيء رائع، أنت تسبق معظم الناس الآن. لكن دعنا نكون صرحاء ونطرح هذا السؤال، هل من الممكن أن تفعل المزيد؟ ربما يكون الأمر كذلك، فهناك دائما المزيد. على الأقل عليك أن تجتهد أكثر، فقد تكون بدأت لكنك لم تبذل قصارى جهدك بعد، والأحداث تؤكد ذلك. هل هذا سيؤثر على نتائجك؟ بالطبع، في الأعوام الأولى من الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك أمر أسوأ للجنود الألمان من أن يرسلوا إلى الجبهة في شمال إفريقيا، فهم يكرهون قسوة الطقس والتضاريس التي تخرب معداتهم وخططهم، فكانت تحركاتهم تتفق مع شعورهم، أي أنهم كانوا يتحركون ببطء وتردد وحذر. لكن المارشال إيرفين رومل كان يعجبه ذلك، فقد كان يرى أن الحرب لعبة تستلزم المخاطرة والمجازفة والمغامرة وسرعة الخطى، والأهم من ذلك أنه خاض هذه اللعبة بحماس شديد، وكان يشد من أزر الجنود دائما. كان الجنود الألمان يقولون عنه: أينما وجد رومان وجدت الجبهة. هذه هي الخطوة التالية، ضع قدمك على ركاب السرج وانطلق. بالطبع ليس هذا ما يقال عن معظم القادة اليوم، فبينما يذهب المدير التنفيذي الذي يتقاضى راتبا كبيرا بإجازات طويلة
طويلة ويختبئ خلف برامج الرد الآلي على رسائل البريد الإلكتروني. يكون هناك من يعمل ل18 ساعة يومياً لإنشاء الشركة الجديدة التي ستدمر شركة هذا المدير التنفيذي. ولنكن صرحاء، نحن نتبنى توجهاً أشبه بتوجه هذا المدير التنفيذي حين يتعلق الأمر بالمشكلات التي نواجهها. فبينما تكون نائماً أو مسافراً أو موجوداً بأحد الاجتماعات أو متصفحاً للإنترنت، يحدث لك الشيء ذاته، فأنت تخطو ببطء وتمهل ولا تحاول أن تسرع قليلا، ولديك مليون سبب يجعلك لا تتحرك بوتيرة أسرع، وكل هذا يضخم من العقبات الموجودة في حياتك. لسبب أو لآخر نتجه تلك الأيام إلى التقليل من أهمية الخشونة في التعامل وخوض المخاطر وسرعة الانطلاق، ربما لأن هذه الأمور ارتبطت سلبا بمفاهيم معينة للعنف وسمات الذكورة. لكن إيرهارت أظهرت بالطبع أن ذلك غير حقيقي. في الواقع لقد كتبت على أحد جوانب طائرتها الكلمات الآتية: فكر دائما وعصى القيادة إلى الأمام، بمعنى أنك لا تستطيع أن تخفض من سرعة الطيران، لأنك إذا فعلت ذلك ستتحطم الطائرة. كن متأنيا بالطبع، لكنك بحاجة دائما إلى المضي قدما. وهذا هو الإنجاز الأخير: واصل التحرك دائما. مثلما فعلت إيرهارت، كان روميل يعلم من التاريخ أن من يواجهون المشكلات والحياة بروح حماسية ومبادرة يفوزون دائما. فكان يمضي دائما إلى الأمام، واصلا الهجوم الطاري على القوات البريطانية الأكثر حذرا. أدت سلسلة هجماته على برقة وتبرق وتونس إلى تحقيق بعض من الانتصارات الأكثر دهشة في تاريخ الحروب العسكرية. لقد انطلق مبكرا حين كانت بريطانيا لا تزال تحاول أخذ قسط من الراحة، ونتيجة لذلك استطاع روميل استغلال ما بدا أنه مميزات لا حصر لها في بعض من أكثر التضاريس قسوة على سطح الكوكب. فقد اقتحم ساحات القتال الموحشة لشمال إفريقيا بمساحاتها الشاسعة ورياحها الرملية الحاجبة للرؤية وحرارتها الحارقة وافتقارها للمياه، لأنه لم يتوقف قطعا المضي قدما. وهذا ما أدهش حتى قادته العسكريين الذين حاولوا مرارا وتكرارا الإبطاء من خطواته، لأنهم كانوا يفضلون التشاور والحوار عن التحرك والمضي قدما. وكان لذلك تأثير سلبي على القوة الدافعة التي كونها روميل داخل جنوده، تماما مثل ما يحدث في حياتنا. لذلك حين تشعر بالأحباط فيما يتعلق بالسعي لتحقيق أهدافك، لا تقف مكانك وتشكو من عدم امتلاكك ما تريد أو عدم استطاعتك التغلب على العقبة التي تعرقل طريقك. فإذا كنت لم تحاول بعد، فستظل بالتأكيد في المكان ذاته ولن تحقق أي شيء. نحن نتحدث كثيرا عن الشجاعة كصفة عظيمة القيمة لا يسهل التحلي بها، لكننا نسينا أنها في حقيقتها مجرد القيام بفعل ما، سواء أكان الاقتراب من شخص يثير بك الشعور بالخوف أو الشروع في قراءة كتاب عن موضوع بحاجة لتعلمه. مثلما فعلت إيرهارت، بدأ جميع العظماء الذين يثيرون أعجابك مشوارهم بمقولة: نعم، دعنا ننطلق. وعادة ما كانوا يفعلون ذلك في ظروف أسوأ من أي ظروف أخرى قد نواجهها في حياتنا. الظروف غير المواتية أو عدم استعدادك لما أنت مقبل عليه لا يعني أن تتراجع. فإذا كنت تريد قوة دافعة، فسيكون عليك أن تخلقها بنفسك الآن من خلال النهوض والانطلاق في مشوارك. كن مثابرا. قال إن أفضل طريق للخروج من الأزمة هو اجتيازها، وأنا أوافق على ذلك لأنني لا أجد طريقا أفضل منه. روبرت فروست. على مدار ما يقرب عن عام، حاول الجنرال يوليسيس إس جرانت أن يدمر حصون مدينة فيكسبرغ التي تقع على منحدرات ولاية ميسيسيبي، وتعزز من سيطرة القوات الكونفدرالية على أهم نهر في الدولة وهو نهر الميسيسيبي
حاول الهجوم بشكل مباشر، وحاول المراوغة، وقضى شهورا في حفرة قناة جديدة لتغيير مسار النهر، وفجر السدود القابعة عند المنبع، وحاول أن يبحر بالقوارب على أراضي المدينة التي غمرتها المياه، لكن لم يجد أي شيء من ذلك. وكانت الصحف تتناقل هذه الأخبار، ومرت أشهر دون تقدم، فأرسل الرئيس لينكولن بديلا له، وكان الرجل على أهبة الاستعداد، لكن جرانت رفض أن تهتز ثقته بنفسه، ورفض الاندفاع أو التوقف. كان يعلم أن هناك نقطة ضعف في مكان ما، فإما أن يجدها أو يخلق بنفسه واحدة. كانت خطوته التالية معاكسة تماما للنظريات العسكرية المتعارف عليها، فقد قرر أن يبحر بقواربه أمام منصات إطلاق المدافع التي كانت تحرس النهر، وهذا خطر جسيم، لأنه بمجرد أن يمر لن يستطيع التراجع مرة أخرى. رغم حدوث إطلاق نيران كثيفة طوال الليل، فإن جميع القوارب تقريبا لم تصب بضرر. وبعد بضعة أيام عبر جرانت النهر مجتازا حوالي 30 ميلا باتجاه المجرى عند مستعمرة هارد تايمز بولاية لوزيانا. كانت خطة جرانت تتسم بالجرأة والإقدام، فكان على جنوده الذين تركوا معظم مؤنهم خلفهم أن يتغذوا على ما تنبته الأرض، ثم يبحروا في النهر محتلين مدينة تلو أخرى. وبمرور الوقت عاصر جرانت مدينة فيكسبرغ ذاتها، وكانت رسالته لرجاله وأعدائه واضحة، أنه لن يستسلم أبدا. فقد تحطمت الحصون في النهاية، ولم يستطع أحد أن يوقف زحف جرانت، فالنصر الذي حققه لم يكن نصرا عاديا، ولكنه كان ينمو عن إصراره وإرادته. إذا كنا نريد أن نتخطى عقباتنا، فهذه هي الرسالة التي يجب أن نبثها داخليا وخارجيا. لن يوقفنا الإخفاق، ولن نسمح لأي تشتت خارجي أن يؤثر علينا. سنبذل قصارى جهدنا إلى أن نزيل العقبة من طريقنا، فالاستسلام يعد مضيعة للوقت. في مدينة فيكسبرغ تعلم جرانت شيئين: الأول هو أن المثابرة والإصرار عاملان مهمان للغاية ولا غنى عنهما لأي قائد مثله، والشيء الثاني هو أنه نتيجة لهذا التفاني، وبعد استنفاد جميع الخيارات التقليدية الأخرى، يجبر المرء على تجربة شيء جديد. إن قرار جرانت بالتخلي على المؤن والعيش على غنائم الأراضي المعادية هو استراتيجية لم تختبر من قبل، وهو ما يستطيع الشمال الآن أن يستخدمه ليستنزف ببطء موارد الجنوب وقدرته على الحرب. من خلال إصراره لم ينجح فحسب، حين جرب كل الطرق الخطأ اكتشف جرانت طريقة جديدة تماما، طريقة جلبت الانتصار. قصة جرانت ليست استثناء للقاعدة، بل هي القاعدة ذاتها، فهذا هو الابتكار. في عام 1878 لم يكن توماس إديسون الشخص الوحيد الذي أجرى تجارب متعلقة بفكرة المصابيح المتوهجة، لكنه كان الوحيد الذي اختبر 6000 نوع من الأسلاك المختلفة، من بينها سلك مصنوع من شعر لحية أحد مساعديه، وكان يقترب في كل مرة من السلك المناسب. وقد وجده بالطبع مثبتا أن العبقرية ما هي إلا مثابرة متخفية باستخدامه كل طاقته الجسدية والعقلية دون كلل أو استسلام. صمد إديسون وتفوق على المنافسين والمستثمرين غير الصبورين، واستطاع من خلال قطعة من الخزيران أن ينير العالم. نيكولا تسلا الذي قضى عاما محبطا في معمل إديسون خلال اختراع المصباح الكهربائي، قال ذات مرة إن إديسون إذا أراد أن يبحث عن إبرة في كومة قش، فإنه سيفحص قشة تلو أخرى حتى يجد ما يبحث عنه. حسناً، أحياناً تكون هذه الطريقة الصحيحة. خلال مواجهتنا للعقبات سيكون من المفيد أن نتذكر جرانت وإديسون. نتخيل جرانت وسيجاره في فمه، ونتخيل إديسون جاثماً على يديه وركبتيه في المعمل لعدة أيام على التوالي، فكل منهما يجسد المثابرة والإصرار والمعنى الذي يحتويه أحد أبيات الشعر في قصيدة أوليسيس للكاتب ألفريد تينيسون: السعي والبحث والإيجاد، فكلاهما رفض الاستسلام.
وقرر البحث عن جميع الخيارات وتجربتها خيارا آخر بالحماسة ذاتها، مدركين أنهما سيجدان الخيار المناسب لا محالة، ورحب بفرصة الاختبار ثم الاختبار ثم الاختبار، وشعر بالامتنان للمعلومات التي لا تقدر بثمن التي حصل عليها من خلال هذه الطريقة. الشيء الذي يقف في طريقك لن يذهب في أي مكان، ولن تتخلص منه بالمعجزات، لكن عليك أن تنظر إليه وإلى الناس من حولك الذين بدأوا التعبير عن شكوكهم وتقديم أعذارهم، وقل لهم كما قالت مارغريت تاتشر: غيروا مساركم إن أردتم، وليس من أخلاق التراجع. كثير من الناس يعتقدون أن الانتصارات العظيمة التي حققها أناس مثل جرانت وإديسون جاءت من خلال لحظة نفاذ بصيرة، أي أنهم حلوا المشكلة بالعبقرية وحدها. في الحقيقة، ما جعل الحل يبرز على السطح هو الضغط البطيء المتكرر من عدة جوانب مختلفة، بالإضافة إلى استبعاد كل الخيارات غير المجدية. عبقريتهم كانت تكمن في وحدة الهدف ومقاومة الشك والرغبة في الاستمرار والمواصلة. إذن ماذا إذا كان هذا النهج ليس علميا أو مناسبا كغيره؟ أهم شيء أن يكون فعالا، فالعمل به يعود عليك بالنفع. إنه لأمر بسيط، لكن مرة أخرى ليس باليسير. بالنسبة لمعظم ما نفعله في الحياة، المهارة ليست هي القضية، فنحن عادة مهارة وعلى دراية بالأمور ولدينا القدرة، لكن هل لدينا الصبر لتنقيح فكرتنا؟ هل لدينا الطاقة لنطرق عددا كافيا من الأبواب حتى نجد المستثمرين أو الداعمين؟ هل لدينا الإصرار لمواجهة المشكلات السياسية والدرامية التي تطرأ في أثناء العمل مع مجموعة؟ بمجرد أن تبدأ في مهاجمة العقبات فلا تفكر في الاستسلام مطلقا، لأنه لم يعد خيارا. هل نترك طريقا للذهاب إلى آخر قد يكون أكثر إفادة؟ بالتأكيد، لكن هذا يختلف كثيرا عن الاستسلام، لأنك أحيانا تشعر بالرغبة في الاستسلام بينما تكون على مقربة من تحقيق هدفك. فكر في هذا المنهج: لا تتسرع، لا تقلق، لا تيأس، لا تتوقف فجأة. تذكر وذكر نفسك بالجملة التي كان أبيكتيتوس يفضلها: ثابر وقاوم. ثابر في عملك، وقاوم الاستسلام للتشتت أو تثبيط العزيمة أو الاضطراب، فلا داعي للقلق أو الاندفاع، وليست هناك حاجة للانزعاج أو اليأس، فأنت لن تذهب إلى أي مكان ولن تستطيع الهرب، لكنك ستظل في ذلك لفترة طويلة، لأنك حين تلعب للنهاية لا يكون هناك سبب للقلق بشأن الوقت، فأنت تعلم أنك لن تتوقف حتى تنتهي اللعبة، وأن كل ثانية متاحة هي فرصة لك لتستخدمها. لذلك فإن العوائق المؤقتة لا تبعث على الإحباط، فهي مجرد نتوءات بامتداد طريق طويل تنوي اجتيازه. القيام بأشياء جديدة بحد ذاته يعني مواجهة العقبات، فالطريق الجديد بحكم طبيعته يكون غير واضح، ولكن بالمثابرة والصبر وحدهما نستطيع إزالة العقبات والعوائق، وبمواجهة العوائق التي تجعل الآخرين يتراجعون نستطيع أن نجد أنفسنا على أرض لم تدب عليها قدم من قبل. بالمثابرة والإصرار وحدهما نستطيع تعلم ما لم يصبر الآخرون عن تعلمه. لا بأس من الشعور باليأس، لكن الاستسلام ممنوع، فأنت تعرف أن لديك رغبة في الانسحاب، لكن تواصل في طريقك حتى تستولي على الحصن المنيع الذي قررت أن تحاصره. هكذا تكون المثابرة. ذات مرة قال إديسون بشأن الاختراعات: الخطوة الأولى هي الحدس، وهذا يأتي على حين غرة، ثم تبدأ العقبات في الظهور. تميز إديسون عن المخترعين الآخرين بمواجهة تلك الصعاب والتفاني المستمر في تخطيها. بمعنى آخر، من المفترض أن يكون الأمر صعبا، ومحاولاتك الأولى لن تجلب ما تريده، والأمر سيستنزفك، لكن الطاقة
هي رأس المال الذي نستطيع دائما إيجاد المزيد منه. إنه مصدر متجدد. توقف عن البحث عن المعجزات وابدأ في البحث عن نقاط الضعف. توقف عن البحث عن المثالية وابدأ في تفحص المشكلة من جميع الزوايا. هناك خيارات، استقر لفترة طويلة ثم جرب كل احتمال وستصل إلى مرادك. وحين يسأل الناس أين نكون وماذا نفعل وكيف تطور الموقف، ينبغي أن تكون الإجابة واضحة: نحن نعمل على الأمر، نحن نقترب من نيل ما نريده. فحين تأتي العوائق نرد بمضاعفة العمل والجهد. أعد المحاولة مرة أخرى. ما الإخفاق؟ إنه مجرد نوع من التعلم وأولى الخطوات نحو شيء أفضل. ويندل فيليبس. في وادي السيليكون لا تصنع الشركات الناشئة منتجات نهائية، بل تصدر منتجا أوليا، أهي النسخة الأساسية والأولية لفكرتهم الرئيسية، تصاحبها ميزة أو ميزتان أساسيتان فحسب. والهدف هو أن تعرف في الحال رد فعل العملاء، وإذا كان رد الفعل ضعيفا فسيكون إدراك الإخفاق سريعا وكلفته زهيدة. وأيضا من خلال ذلك يستطيعون تجنب الاستثمار في منتج لا يرغبه العميل. فالمهندسون اليوم يقولون ساخرين: الإخفاق ميزة لكنها ليست مزحة. فالإخفاق يمكن أن يكون شيئا ثمينا إذا كان ما تحاول فعله هو التحسن أو التعلم أو فعل شيء جديد. كل نجاح يحققه المرء تسبقه تجربة فاشلة، فليس هناك شيء مخجل في أن تخطئ أو تغير مسارك. وكلما أخفقنا في شيء تولدت لدينا خيارات جديدة، ومن ثم تصبح المشكلات فرصا. طريقة العمل القديمة حيث كانت الشركات تخمن ما يريده العملاء من خلال البحث ثم تصنع المنتجات في أحد المعامل بمعزل عن الآراء وردود الأفعال، ما يعكس مدى الخوف من الإخفاق والتأثر الشديد به. فإذا أخفق منتج عالي الجودة في يوم إطلاقه فهذا يعني أن كل الجهد الذي بذل قد ضاع هباء. وهذا نجح، فلن يعرف أحد سبب نجاحه. لكن من ناحية أخرى، المنتج الأولي يتقبل الإخفاق ويسعى لمعرفة تعليقات العملاء، فمن خلال الإخفاق سيصبح المنتج أقوى، سيتم تجاهل خصائصه غير الفعالة التي لم تنل أعجاب العملاء، ثم تركيز موارد المطورين المحدودة على تحسين الخصائص الفعالة. إن العالم الذي نعمل فيه أكثر فأكثر هو من أجل أنفسنا، وقد أصبحنا فيه مسؤولين عن أنفسنا، ومن المهم أن نرى أنفسنا مثل تلك الشركات الناشئة. وهذا يعني تغيير العلاقة من الفشل أو الإخفاق، أي إعادة المحاولة ثم الإخفاق ثم التطور. فقدرتنا على المحاولة وإعادة المحاولة مرتبطة بقدرتنا على تحمل الفشل ثم الفشل ثم الفشل. في طريقنا نحو النجاح سنخفق ربما لعدة مرات، ولا بأس في هذا، بل قد يكون ذلك شيئا جديدا. فالنجاح والإخفاق وجهان لعملة واحدة، لا يمكن أن يأتي أحدهما دون الآخر. الحالة الوحيدة التي قد تنهار فيها هذه العلاقة هي عندما يتوقف المرء عن النجاح لأنه تعامل مع الإخفاق بطريقة خطأ. حين تواجه الإخفاق اطرح هذه الأسئلة: أين يكمن الخطأ؟ ما الذي يحتاج إلى التحسين؟ ما النقاط التي تجاهلتها؟ فهذا يساعد على خلق طرق بديلة لفعل ما يلزم فعله. طرق في الأغلب هي أفضل من الطرق التي بدأنا بها، فالإخفاق يضعك في مواقف يتحتم عليك اجتيازها، فهو مصدر للتقدم. وهذا ما يفسر السبب في أن قصص النجاح العظيمة يسبقها دائما إخفاق مدون، لأن أصحاب هذه القصص عادوا لنقطة البداية ووضعوا خطة جديدة، فهم لا يخجلون من الإخفاق بل يجعلونه مصدرا للتحفيز والتشجيع. أحيانا في الألعاب الرياضية يستلزم الأمر وقوع خسارة مدوية ليقتنع الخاسر بأن لديه القدرة على منافسة الخصم الذي أرهبه وفاز عليه لفترة طويلة.
ربما تكون الخسارة مؤلمة، لكنها كما قال فرانكلين يمكن أن تكون مصدراً للتعلم. في مجال العمل نتعامل مع الإخفاق بحساسية أقل، وندرك أنه جزءاً من العملية. فإذا نجح استثمار أو منتج جديد فهذا شيء عظيم، وإذا أخفق فنحن على ما يرام، لأننا كنا على استعداد لذلك، فنحن لم نستثمر كل قرش في هذا الخيار. رجال الأعمال العظماء لا يتشبثون بمنصب، لا يخشون خسارة القليلة من استثماراتهم، لا يشعرون بالمرارة أو الإحراج، لا يخرجون من اللعبة لفترة طويلة، قد ينزلقون عدة مرات، لكنهم لا يسقطون. رغم أننا نعرف أن هناك دروس عظيمة تستخلص من الإخفاق، دروسا كنا نراها بأعيننا، فإننا نهرب منه باستمرار، ونحن نفعل كل ما بوسعنا لتجنبه، معتقدين أنه سبب للخجل أو الخزي، فنحن حين نخفق ننزعج ونصرخ. حسنا، لماذا إذن قد أرغب في أن أخفق؟ إنه شعور مؤلم، لن أدعي أنه ليس كذلك، لكننا نعلم أن الإخفاق المؤقت والمتوقع أقل ألما من الإخفاق الكارثي والدائم، مثل أي مدرسة جديدة، فالتعلم من الإخفاق ليس مجانا، ثمن الدروس هو عدم الراحة والخسارة والبدء من جديد. كن سعيدا وأنت تدفع الثمن، فلن يكون هناك مدرس أفضل من ذلك لحياتك المهنية أو لكتابك أو لمشروعك الجديد. هناك مقولة تتحدث عن نجاح قائد سفينة إيرلندية في تحديد مواقع كل الصخور في الميناء عن طريق الاصطدام بها مستخدما قاع قاربة. أيا كانت الطريقة التي ستمكنك من النجاح، استخدمها. هل تتذكر رومان والتصرف السريع الذي قام به مع القوات البريطانية والأمريكية في شمال إفريقيا؟ هناك جزء آخر لهذه القصة. لقد اختارت قوات الحلفاء ساحة الحرب السيئة هذه عن قصد. كان تشرشل يعرف أن عليهم أخذ خطوتهم الأولى ضد الألمان في مكان ما، لكن القيام بذلك والخسارة في أوروبا ستكون بمثابة كارثة ستؤثر على الروح المعنوية. في شمال إفريقيا تعلم البريطانيون كيفية قتال الألمان، وتعلموا مبكرا من خلال الإخفاق، لكن ذلك كان مقبولا لأنهم تنبأوا بمنح التعلم وخططوا من أجله، فقد رحبوا به لأنهم يعلمون مثل ما فعل جرانت وإديسون. ما يعنيه ذلك؟ أن النصر قادم على الطريق، ولذلك فإن قوات الحلفاء التي واجهها هتلر في إيطاليا كانت أفضل من تلك التي قابلها في إفريقيا ومن تلك التي واجهها في فرنسا وألمانيا. الحالة الوحيدة التي يصبح بها الإخفاق شيئا سيئا وغير مفيد هي حين لا نتعلم منه، حين نستمر في فعل الشيء ذاته مرات ومرات. وهذا هو تعريف الجنون، لسبب الناس يخفقون طوال الوقت لكنهم لا يتعلمون ولا يسمعون ولا يرون المشكلات التي يقدمها لهم الإخفاق، من ثم فإنه لا يساعدهم على التحسن. الحمقى والمقاومون للتغيير هم أنماط من البشر لا يدركون أن العالم ليس لديه وقت ليتوسل إليهم ويقنعهم بأخطائهم، فالشخصيات الهشة والعنيدة هي التي تقاوم الفشل المفيد. حان الوقت لكي تفهم أن العالم يقول لك شيئا من خلال كل إخفاق وفعل. إنه تقييم يعطيك تعليمات قيمة عن كيفية التحسن. إنه محاولة لإيقاظك من جهلك. إنها محاولة لتعليمك شيئا. استمع، الدروس تكون صعبة حين لا تستمع إليها، فلا تكن كذلك. إن قدرتك على رؤية العالم وفهمه بهذه الطريقة تعد جزءا لا يتجزأ من عملية تخطي العقبات. هنا يصبح السلب إيجابيا، فنحن نحول ما هو سيء إلى فرصة. فالإخفاق ينير لنا الطريق، لأنه يوضح لنا الطريق الذي يجب ألا نسلكه. اتبع الطريق المثلى، ما يشير المدرب نيك سابان إليها كثيرا، لكن كل فرد من مساعديه ولاعبيه يعيشون وفقا لها ويصرحون بها بالنيابة عنه.
ويطبعونها في أذهانهم ويتذكرونها في كل فعل يقومون به، لأنها كلمة واحدة لكنها ذات أثر عظيم، فهي المسؤولة عن نجاحهم المدوي. الطريقة: سابان المدير الفني لفريق كرة القدم بجامعة ألاباما، ربما يكون الفريق الأكثر شهرة وسيطرة في تاريخ كرة القدم الجامعات. لا يركز على ما يركز عليه كل مدير فني، أو على الأقل لا يتبع طريقتهم، إنه يعلم الآخرين الطريقة المثلى. لا تفكر في الفوز بالبطولة، لا تفكر في البطولة المحلية، فكر فيما تحتاجون لفعله في هذه المواجهة، في هذه المباراة، في هذه اللحظة. تلك هي الطريقة المثلى. دعونا نفكر فيما نستطيع فعله اليوم، فيما سنفعله في المهمة التي بين أيدينا الآن، في خضم فوضى الوسط الرياضي. كما هي الحال في الحياة، ترشدنا الطريقة المثلى إلى الطريق، فهي تقول لنا: حسنا، عليك أن تفعل شيئا صعبا للغاية، فلا تركز على ذلك، لكن قسم المهمة إلى أجزاء. افعل ما تحتاج إلى فعله الآن وافعله جيدا، وبعد ذلك انتقل إلى الشيء التالي. اتبع الطريقة ولا تسعى وراء الجائزة. تحقيق البطولات المتعاقبة ما هو إلا طريق علينا أن نسلكه، وأنت تسلك هذا الطريق في خطوات. التفوق يأتي في خطوات، التفوق في هذا الأمر ثم ذاك وما إلى ذلك. طريقة سابان تتلخص في أن تعيش الحاضر وتتعامل معه خطوة بخطوة، ولا تتشتت بأي شيء آخر، فلا تنشغل بالفريق الآخر أو بالنتيجة أو بالجماهير. الطريقة المثلى تتعلق بالانتهاء من كل خطوة على حدة: الانتهاء من المباريات، الانتهاء من التدريبات، الانتهاء من الجلسات، الانتهاء من ركلات الكرة، الانتهاء من المسابقات، الانتهاء من اللعب، الانتهاء من عرقلة الخصم، أي الانتهاء من المهام الصغيرة التي بين يديك حاليا وإتقان فعلها. سواء كنت تسعى إلى قمة النجاح في مجالك أو تحاول تخطي بعض المحن، فإن الحل هو اتباع تلك الطريقة. لا تفكر في النهاية، فكر في تخطي الخطوة تلو الأخرى. حاول أن تصل إلى النهاية وجبة بوجبة، استراحة باستراحة، نقطة بنقطة، يوما بيوم. وحين تفعل ذلك بشكل صحيح، سترى أن أصعب الأشياء أصبحت غاية في السهولة، لأن اتباع هذه الطريقة يمنحك شعورا بالاسترخاء، فتحت تأثيرها لن نشعر بالذعر، حتى المهام الكبيرة تصبح مجرد سلسلة من عناصر صغيرة. هذا ما أدركه مصادفة الرائد العظيم في مجال الأرصاد الجوية في القرن 19، جيمس بولارد إسبي، عندما تعرض لموقف ما حين كان صبيا صغيرا. حضر إسبي غير القادر على القراءة أو الكتابة حتى عمر 18 خطبة مثيرة ألقاها الخطيب الشهير هنري كلاي، وعقب انتهاء الخطبة حاول إسبي المسحور بحديث هنري أن يذهب إليه، لكنه لم يستطع تكوين الكلمات ليتحدث إلى مثله الأعلى، فهتف أحد أصدقائه قائلا بالنيابة عنه: إنه يريد أن يصبح مثلك رغم أنه لا يستطيع القراءة. جذب كلاي أحد ملصقاته التي كان مكتوبا عليها اسمه كلاي بحروف كبيرة، ثم نظر لإسبي وقال له: هل ترى ذلك أيها الصبي؟ مشيرا إلى أحد الحروف: هذا حرف A. الآن أمامك 25 حرفا فحسب لتسلك طريقك نحو القراءة والكتابة. لقد منحه الطريقة التي عليه أن يسير وفقا لها، وخلال عام بدأ دراسته في الجامعة. أعلم أن ذلك يبدو بسيطا للغاية، لكن تخيل لثانية أن شخصا ما يقوم بمهمة صعبة للغاية ويجعلها تبدو يسيرة. ليس هناك جهد، ليس هناك صراع، فهو يشعر بالاسترخاء. ليس هناك تعب أو قلق، فهو يأخذ فحسب الخطوة تلو الأخرى. تلك هي نتيجة اتباع الطريقة المثلى. نستطيع أن نفعل ذلك أيضا، فلسنا بحاجة للذعر الذي نشعر به حين نواجه بعض المهام الصعبة.
هل تتذكر المرة الأولى التي رأيت بها معادلة رياضية معقدة؟ كانت مزيجا من الرموز والطلاسم، لكنك توقفت ثم أخذت نفسا عميقا، وبعد ذلك وجدت حلها. لقد أبعدت المتغيرات، وما تبقى كان الإجابة. افعل ذلك الآن، افعله مع أي عقبة تواجهها. نستطيع أن نأخذ نفسا ثم نقوم بالجزء المتاح أمامنا من المهمة، وبعد ذلك نتتبعه إلى أن نصل إلى الجزء الآخر. فكل شيء بترتيب وكل شيء مترابط. حين يتعلق الأمر بأفعالنا فلا مجال للاضطراب والتشتت، فالعقل المضطرب يفقد مسار ما يتواجد أمامه، أي الشيء المهم في الأمر، ويصبح مشتتا بأفكار المستقبل. إذن الطريقة المثلى هي النظام، فالنظام يجعلنا نسيطر على تصوراتنا ونرتب أفعالنا. الأمر يبدو واضحا، لكننا ننساه عندما يمثل أهمية كبرى. الآن إذا أسقطتك وطرحتك أرضا، فماذا سيكون رد فعلك؟ ربما ستصاب بالذعر، ثم ستدفعني بكل قوتك كي تتخلص مني، لكن ذلك لن يجدي، لأنني باستخدام وزني سأكون قادرا على تثبيت كتفيك على الأرض بأقل جهد، وسيصيبك الإرهاق إذا ما قاومت ذلك. هذا التصرف يعتبر عكس الطريقة التي نتحدث عنها، فهناك أسلوب أسهل بكثير. أولا، لا تشعر بالذعر، وحافظ على طاقتك، ولا تفعل أي شيء أحمق بأن تتصرف دون أن تفكر. ركز فحسب على ألا تجعل الأمر يزداد سوءا. بعد ذلك ارفع ذراعيك لتخلق مساحة للتنفس، والآن حاول أن تستلقي على جانبك. من هنا تستطيع أن تبدأ في التخلص من قبضتي. اجذب إحدى ذراعي وادفع إحدى قدمي، ثم قاوم بفخذيك وحاول ثني إحدى ركبتيك، ثم ادفعني. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكنك ستخلص نفسك. في كل خطوة ستأخذها سيجبر الشخص القابع فوقك على الاستسلام قليلا حتى ينتهي الأمر وتتحرر من قبضته، وهذا بفضل الطريقة المثلى. الوقوع تحت سيطرة أحد الأشخاص أمر مؤقت وليس أبديا. تستطيع التخلص منه من خلال معالجة كل جزء من هذا الوضع بأفعال صغيرة ومدروسة، وليس من خلال محاولة فاشلة لدفع الشخص باستخدام قوة خارقة. عند التعامل مع منافسينا في العمل نقوم بعصف ذهني لنفكر في بعض المنتجات الجديدة والمثيرة التي قد تجعلهم يخسرون المنافسة، لكننا خلال ذلك لا نركز على هدفنا الحقيقي، فنتجنب أن نكتب كتابا أو نصنع فيلما رغم أن ذلك يعتبر أحد أحلامنا، لمجرد أن الأمر يحتاج لكثير من العمل، فلا نستطيع أن نتصور كيفية الانتقال من وضع لا نريده لوضع نحلم به. كم عدد المرات التي نلجأ بها إلى الحل الوسط لأننا نشعر بأن الحل الحقيقي طموح للغاية أو بعيد المنال؟ كم عدد المرات التي افترضنا بها أن التغيير مستحيل لأنه كبير للغاية أو يشمل مجموعات مختلفة للغاية؟ أو كم عدد الأشخاص الذين شعروا بالعجز بسبب أفكارهم؟ لقد سعوا لتحقيقها لكنهم لم يذهبوا إلى أي مكان، فأصيبوا بالتشتت وتوقفوا عن المضي قدما. بالتأكيد هم أذكياء، لكنهم نادرا ما يستخدمون هذا الذكاء، ونادرا ما يذهبون حيثما يرغبون. كل تلك المشكلات قابلة للحل، فكل واحدة منها ستنتهي إذا ما اتبعنا الطريقة المثلى. فنحن نفترض خطأ أن الأمر يجب أن يحدث مرة واحدة ونستسلم عند مجرد التفكير في ذلك. نحن مفكرون من الألف إلى الياء، نقلق بشأن الألف وننزعج بشأن الياء، لكن ننسى الحروف الأخرى الموجودة ما بين الباء والواو. نحن لدينا أهداف نريد أن نحققها، نعم، لذا كل شيء نفعله قد يكون لخدمة غرض معين، وحين نعلم ما نعتزم فعله سنجد أن العقبات تبدو أصغر ويمكن التحكم فيها. أما حين لا نعلم ما نريد سيتضخم كل شيء
ويصبح مستحيلا. فالأهداف تساعد على وضع التغيرات الصغيرة والعقبات في حجمها الصحيح. حين نتشتت ونبدأ في الاهتمام بشيء آخر غير التركيز على المضي قدما في مسارنا، فإن الطريقة المثلى هي الصوت الذي يدور بأذهاننا حتى إن كان متسلطا في بعض الأحيان. إنه صوت الحكمة والقائد الأكبر الذي يعلم تماما من هو وما عليه فعله. أسكت أسكت، عد لأدراجك وحاول أن تفكر فيما سنفعله بدلا من القلق بشأن ما يحدث بالخارج. أنت تعلم وظيفتك، فتوقف عن الثرثرة وانتبه للعمل. الطريقة المثلى هي الصوت الذي يطالبنا بتحمل المسؤولية وبحثنا على التصرف حتى إن كان ذلك بخطوات صغيرة. مثل الآلة العنيدة، قاوم شيئا فشيئا، امضي قدما خطوة بخطوة. استغل قوتك وفقا للطريقة، واجعل تلك الطريقة تحل محل الخوف، واعتمد عليها وتعلم منها وثق بها. خذ وقتك ولا تتسرع، هناك مشكلات أصعب من الأخرى، فتعامل أولا مع ما تواجهه ثم عد إلى الأخريات لاحقا، ستصل إليهم. تتخلص فكرة الطريقة المثلى في القيام بالفعل المناسب في التو واللحظة، وتجنب القلق بشأن ما قد يحدث لاحقا أو بشأن النتائج أو الموقف ككل. قم بعملك وأتقنه. كل عمل تتقنه مهما كان متواضعا هو عمل نبيل. السير هنري رويس. بعد فترة طويلة من بدايته المتواضعة، تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جونسون بفخر عن مهنة الخياطة التي كان يعمل بها قبل دخوله إلى عالم السياسة. فقال: لم تتهالك ثيابي أو تتمزق. خلال الحملة الانتخابية حاول أحد الأشخاص أن يقطع حديثه ويحرجه من خلال الصياح والحديث عن تاريخه المهني كأحد أبناء الطبقة الكادحة، فأجابه جونسون دون أن يخرج عن السياق قائلا: لا يزعجني ذلك على الإطلاق، لأنني حين كنت خياطا كنت ماهرا في عملي، وكنت أحيك ملابس ذات مقاسات مناسبة لعملائي، وكنت دائما أتقن عملي. وهناك رئيس آخر وهو جيمس غارفيلد الذي تحمل نفقات تعليمه الجامعي في عام 1851 من خلال إقناع كليته بأن تسمح له بالعمل كحارس في مقابل الرسوم الدراسية. كان يقوم بعمله كل يوم والابتسامة ترتسم على وجهه دون أن يشعر بالخزي. في كل صباح كان يدق جرس الجامعة لتبدأ المحاضرات، في حين أن يومه هو قد بدأ قبل ذلك بكثير. ثم يذهب إلى قاعة المحاضرات بابتهاج وحماس، وخلال عام واحد من ذلك أصبح أستاذا جامعيا يدرس مقررا دراسيا كاملا إلى جانب دراساته. وحين بلغ سن 26 أصبح عميدا للكلية. هذا ما يحدث حين تقوم بعملك أيا كان وتتقنه. هؤلاء الرجال انتقلوا من فقرهم المدقع إلى السلطة من خلال القيام دوما بما يطلب منهم، وكانوا يقومون به بإتقان وفخر حقيقي وأفضل من أي شخص آخر. في الحقيقة لقد أتقنوا عملهم لأنه ما من أحد آخر أراد فعل هذا العمل. أحيانا ونحن في طريقنا إلى الوجهة التي نريدها أو نقصدها، يكون علينا أن نفعل أشياء نفضل ألا نفعلها، فكثيرا ما تكون إحدى الوظائف التي نتولاها في بداية حياتنا هي عامل نظافة كما قال أندرو كارينجي. بالطبع ليس هناك ما يدعو للخزي بالنسبة للعمل في وظيفة عامل نظافة، إنها فرصة أخرى للتفوق وللتعلم، لكنك مشغول للغاية بالتفكير في المستقبل، ولا تفتخر بالمهام التي بين يديك، فتفعلها فحسب وتتقاضى راتبك وتحلم بالانتقال لمكانة أعلى في حياتك، أو تقول: هذه مجرد وظيفة، إنها لا تمثلني ولا تمثل أي أهمية. يا لها من حماقة، كل الأشياء التي نفعلها مهمة، سواء كانت صنع العصائر لجلب المال أو المذاكرة من أجل اختبار ممارسة مهنة المحاماة. حتى بعد أن تحقق النجاح الذي تريده، فكل شيء فرصة لإظهار أفضل ما لديك. الأشخاص المنغلقون على أنفسهم
هم فقط من يعتقدون أنهم جديرون للغاية ومستعدون لأي شيء يتطلبه وضعهم الحالي، أينما كنا وأيا كان ما نقوم به وأينما كنا نريد أن نذهب. نحن ندين لأنفسنا ولفننا وللعالم بأكمله بأن نقوم بهذا العمل على أكمل وجه. تلك هي مهمتنا الأساسية والتزامنا. عندما يمثل الفعل أولوية لدينا يختفي الغرور. يرسم الفنان لوحات كثيرة ومختلفة في حياته ويقوم بالكثير من المهام، لكن المهم هو أن يتعامل مع كل لوحة أو مهمة كأولوية، سواء كانت الأكثر ثمنا أو روعة أم لا. كل مشروع أقوم به هو عمل مهم، والشيء الوحيد المخزي هو أن نعطي أقل مما نستطيع، والشيء ذاته ينطبق علينا، فنحن سنفعل وسنقدم أشياء كثيرة في حياتنا، بعضها رائع وبعضها شاق. مهما كان الذي نواجهه، مهمتنا هي أن نعمل بكد، أمانة، رغبة في مساعدة الآخرين قدر الإمكان. لا ينبغي أن تطرح على نفسك هذا السؤال أبدا، لكن ما الشيء الذي من المفترض أن أفعله الآن؟ لأنك تعلم الإجابة، ألا وهي وظيفتك. سواء هناك من يلاحظ ما نفعله، سواء كنا سنتقاضى أجرا عليه، وسواء كان المشروع انتهى بنجاح أم لا، كل ذلك لا يهم. نحن نستطيع وعلينا دائما أن نتعامل من منطلق هذه السمات الثلاث. مهما كانت العقبة، لن تكون هناك أبدا أي عقبة تستطيع أن تعرقلنا عن تنفيذ التزامنا. بالطبع هناك تحديات سهلة وأخرى صعبة، لكن ليست هناك تحديات مستحيلة. فكل مهمة تتطلب أن نبذل قصارى جهدنا، سواء أكنا نواجه إفلاسا وعملاء غاصبين أو نجاحا ماليا، ونحاول تحديد كيفية الانطلاق من هذه النقطة. إذ بذلنا أقصى جهد لدينا، نستطيع أن نشعر بالفخر بخياراتنا والثقة بها، لأننا أدينا مهمتنا أيا كانت. نعم لقد فعلتها. كلمة الالتزامات وقعها على الأذن خانق وثقيل، فأنت تريد أن تكون قادرا على فعل ما تريده أيا كان. لكن كلمة واجب تبدو جميلة وملهمة وباعثة على القوة. كان ستيف جوبز يهتم حتى بالهيكل الداخلي لمنتجاته، فيتأكد من أنه مصمم بشكل جميل رغم أن المستخدم قد لا يراه أبدا. فقد تعلم من والده الذي كان يتقن صنع كل شيء، حتى الجزء الخلفي من خزاناته، رغم أنها ستواجه الحائط ولن تظهر. أن يفكر مثل الحرفي، ففي كل مأزق تصميم كان جوبز يعلم القاعدة التي يتبعها: أحترم المهنة وأصنع شيئا جميلا. بالطبع كل موقف يختلف عن الآخر، فنحن لا نخترع جهاز الآيباد أو الآيفون القادم، بل نصنع شيئا من أجل أحد الأشخاص أو أحد الأشياء، حتى ولو كان مجرد سيرتنا الذاتية. فنحن نستطيع التعامل مع كل جزء من المهمة، خاصة العمل الذي لا يراه أحد، والنقاط الصعبة التي نريد أن نتجنبها أو التي قد نهرب منها، بطريقة جوبز، بفخر وإتقان. عالم النفس العظيم فيكتور فرانكل، الذي نجا من 3 معسكرات اعتقال، وجد نوعا من العجرفة في ذلك السؤال القديم: ما معنى الحياة؟ كما لو أن مسؤولية شخص آخر أن يخبرك بذلك، لكنه بدلا من ذلك قال إن العالم هو الذي يطرح عليك هذا السؤال، ووظيفتك أن تجيب عنه بأفعالك. في كل موقف تطرح علينا الحياة سؤالا، وأفعالنا تكون الإجابة، ووظيفتنا ببساطة هي أن نقدم الإجابات الصحيحة. العمل الصحيح، الإيثاري والمتفاني والبارع والمبدع، هو الإجابة عن هذا السؤال. هذه هي أحدى طرق إيجاد معنى الحياة وكيفية تحويل كل عقبة إلى فرصة. فإذا رأيت أيا من ذلك يمثل نوعا من العبء، فأنت تنظر إلى الأمر بشكل خطأ، لأن كل ما نحتاج إلى أن نفعله هو 3 مهمات صغيرة: أن نبذل قصارى جهدنا، ونكون أمناء، ونساعد الآخرين وأنفسنا. فهذا هو كل المطلوب منا، ليس أقل ولا أكثر. بالتأكيد الهدف مهم،
لكن لا تنسى أبداً أن كل خطوة نحو تحقيقه مهمة أيضاً، وكل خطوة هي لقطة من الصورة الكاملة، فالصورة الكاملة ليست مؤكدة، ولكن المؤكد هو اللقطات. الطريقة التي تفعل بها أي شيء هي الطريقة ذاتها التي تستطيع أن تفعل بها كل شيء، فنحن نستطيع دائماً أن نتصرف بطريقة مناسبة. الشيء الصحيح هو ذلك الذي يجدي نفعاً. هل ثمرة الخيار مذاقها مر؟ إذن ألقي بها بعيداً. هل هناك نبات عليق في طريقك؟ إذن تفادى هذا الطريق. هذا كل ما تحتاج لمعرفته. ماركوس أوريليوس. في عام 1915 وفي أعماق غابات أمريكا الجنوبية، وصل الصراع المتأجج بين اثنتين من شركات الفاكهة الأمريكية المتنافسة لذروته، وكل واحدة منهما تريد باستماتة أن تسيطر على قطعة الأرض ذاتها التي تبلغ مساحتها 5000 فدان. إذن ما المشكلة؟ هناك شخصان مختلفان يدعيان امتلاك عقد المزرعة، وبشأن الأرض المتنازع عليها الواقعة بين جمهوريتي هندوراس وغواتيمالا، لم تكن أي من الشركتين قادرة على تحديد المالك الحقيقي حتى تستطيع شراءها منه. طريقة تعامل كل منهما مع هذه المشكلة حددتها نظم ومبادئ كل من الشركتين، فأحداهما كانت شركة كبيرة وقوية، والأخرى كانت ماكرة وداهية. الأولى كانت شركة يونايتد فروت، وهي واحدة من أكبر الشركات في الولايات المتحدة، والثانية شركة صاعدة وصغيرة يمتلكها سامويل زيموراي. ولإيجاد حل لهذه المشكلة أوكلت شركة يونايتد فروت فريقا من المحامين الماهرين، وبدأ هذا الفريق في البحث عن كل ملف وقصاصة وورقة في البلد مستعدين لدفع أي تكلفة في سبيل الانتصار، سواء كانت التكلفة مالا أو وقتا أو موارد. من تفوق في هذه اللعبة هو زيموراي، المنافس الطئيل والجاهل، أليس كذلك؟ لم يستطع أن يمارس اللعبة وفقا لقواعد منافسه، لذا لم يقدم على ذلك، لكنه ذهب متحليا بالمرونة والهدوء والشجاعة ليقابل المالكين المزعومين كل على حدة، واشترى الأرض من كليهما. لقد دفع ثمن الأرض مرتين، لكن الأمر حسم لصالحه، فقد أصبحت الأرض ملكه. إذن انسى القواعد وقم بتسوية القضية بطريقتك، هذه هي الواقعية. لا تنشغل بأمر الطريق الصحيح، لكن اهتم بالطريقة المناسبة التي يمكن أن تحل بها الأمر. هذه هي الطريقة التي نستطيع بها الحصول على ما نريد. كان زيمورا يتعامل دائما مع العقبات بهذه الطريقة. فقد أخبرته الحكومة بأنه غير مسموح له ببناء الجسر الذي يحتاج إليه عبر نهر أوتيلا، ذلك لأن بعض المسؤولين تلقوا رشوة من المنافسين لبناء جسور غير قانونية، فأمر زيموراي مهندسيه ببناء رصيفين طويلين في الميناء بدلا من الجسور، وفي منتصف النهر بينهما أقام جسرا مؤقتا يمكن له أن يصطف ليصل بينهما في غضون ساعات معدودة. وكان هناك خط للسلك الحديدية يمتد على ضفتي النهر في الاتجاه المعاكس، وحين قدمت شركة يونايتد فروت شكوى بسبب ذلك الأمر، ضحك زيموراي ورد قائلا: لماذا؟ فهذا ليس جسر، إنهما مجرد رصيفي ميناء صغيرين قديمين. أحيانا تحتاج لإنجاز المهمة بطريقة معينة، وأحيانا أخرى قد تضطر لاستخدام طريقة مختلفة تماما. فلا تتقيد بالأساليب التي تعلمتها في المدرسة، بل طوّحها لتناسب كل موقف. اتبع الطريقة التي ستجدي نفعا، هذا هو الشعار. نحن نقضي كثيرا من الوقت في التفكير بشأن الطريقة التي من المفترض أن تكون عليها الأمور أو القواعد التي يجب أن نلتزم بها، محاولين الوصول إلى الكمال، ونخبر أنفسنا بأننا سنبدأ حال تيسرت الأحوال أو حال تأكدنا من أننا نستطيع الثقة بهذا أو ذاك، في حين يكون من الأفضل التركيز على التصرف وفقا للموقف وعلى النتائج بدلا من الطرق التقليدية. فكما يقولون في المصارعة اليابانية البرازيلية،
لا يهم كيف تطرح خصومك على الأرض طالما كانت النتيجة هي انتصارك عليهم. ما لم يغب عن ذهن زيموراي قط هي المهمة، أي نقل الفواكه عبر النهر، سواء أكان ذلك عن طريق الجسر أو عن طريق رصيفي ميناء بينهما جسر، فلا يهم ذلك طالما أنه سينقل الحمولة إلى المكان المرجو. فحين أراد أن يزرع فاكهة الموز في مزرعة بعينها، لم يكن يهتم بأن يجد المالك الحقيقي للأرض، ولكن الأهم كان هو أن يصبح هو مالكها. عليك أن تنجز مهمتك أيا كانت الطريقة، وكي تنجزها فإنك تواجه مثلنا جميعا خيارين: إما أن تتبع الطريقة التي تتمنى أن تسير الأمور وفقا لها، أو تتبع الطريقة التي تناسب الموقف وهي تبدو دائما كارثية. إلى أي مدى أنت على استعداد للمضي قدما؟ ما الذي أنت على استعداد للقيام به؟ توقف عن الشكوى والهراء ولا تستسلم للعجز أو الخوف. أنت لست طفلا صغيرا. كيف ستحل هذه المشكلة؟ كيف ستتفادى القواعد التي تعرقلك؟ ربما ستحتاج إلى التحلي بالدهاء والمكر بعض الشيء أكثر من الشعور بالراحة. أحيانا يتطلب ذلك تجاهل بعض القواعد البالية، أو تقديم طلب عفو للإدارة لاحقا وليس طلب إذن، لأنه سيقابل بالرفض الآن. لكن إذا كانت لديك مهمة كبرى، فالأهم هو إنجازها. في عمر 20 لم يكن ريتشارد رايت الكاتب العالمي المشهور كما هو الآن، لكنه ومع فقره وبشرته السوداء قرر أنه سيقرأ ولن يسمح لأحد بأن يوقفه. هل اقتحم المكتبة واستأسد على الآخرين؟ كلا، ليس في الجنوب الذي يطبق عليه القانون، لكنه زور بطاقة مكتوبة عليها: سيدتي العزيزة، هل لك أن تعطي هذا الصبي الزنجي بعض الكتب للكاتب هنري لويس مينكان؟ لأنه لا أحد سيكتب ذلك عن نفسه، ليس كذلك؟ فنجح في أخذها ببطاقة مزيفة متظاهرا بأنها لشخص آخر. مع وجود هذه المخاطر، من الأفضل أن تستعد للائتلاف حول القواعد أو لفعل شيء متهور أو مجنون، لكي تسخر من السلطات وتقول: ماذا هناك؟ هذا ليس بجسر، لا أعرف ما الذي يتحدثون عنه، أو في بعض الحالات لأن تنهر من يحاولون عرقلتك وتتخلص من شرهم محتقرا القواعد. الواقعية تركز على المرونة أكثر من أي شيء آخر، فهناك الكثير من الطرق لتنتقل من النقطة A إلى النقطة B. ليس بالضرورة أن يكون الخط الواصل بينهما مستقيما، لكن الأهم هو أن ينقلك حيثما ترغب. لكن كثيرا منا يقضون أوقاتا كثيرة في البحث عن الحل الأمثل لتخطي العقبة التي توجد أمامنا. فكما قال دينغ شياو بينغ ذات مرة: لا يهمني إذا كانت القطة سوداء أم بيضاء ما دامت تطارد الفئران. هناك حكمة للفلاسفة الشرقيين تقول: لا تخطو متوقعا أن تجد جمهورية أفلاطون المثالية، لأنك لن تجد أبدا هذا النوع من الكمال. والحل هو أن تبذل قصارى جهدك في حدود ما هو متاح بين يديك. وهذا لا يعني أن الواقعية تتعارض في جوهرها مع المثالية أو المضي قدما. فقد أحدث أول جهاز آيفون ثورة تكنولوجية، لكنه لا يزال خاليا من خاصية النسخ واللصق أو مجموعة أخرى من الخواص التي كانت تود شركة آبل أن تضعها. وستيف جوبز المنشد للكمال كان يعلم أنه عند نقطة ما سيكون عليه اللجوء إلى الحل الوسط. المهم أن تنجز مهمتك. فكر مثل الشخص الواقعي المتشدد، فهو لا يزال طموحا ومقاتلا ومتمسكا بالنماذج التقليدية، لكنه أيضا عملي ويسير وفق الممكن. لا تفكر في الحصول على كل شيء تود أن تحصل عليه، ولا في تغيير العالم في التو واللحظة، لكن كن طموحا بما يكفي لتحصل على ما تريد. لا تخفض من سقف طموحاتك، لكن فرق بين المهام الضرورية والإضافية. فكر في كيفية المضي قدما وليس في بلوغ الكمال. العقبات تتهشم أسفل هذا النوع من القوة لأنها ليس لديها خيار آخر، فحين تتحايل عليها أو تتجاهلها
لن يكون أمامها شيئا لتقاومه. إشادة بالهجمات غير المتوقعة. من لا يسعى لغير المتوقع لا يرى شيئا، لأن الطريق المعروف يعتبر طريقا مسدودا. الصورة الشائعة لجورج واشنطن هي أنه الجنرال الجريء والشجاع الذي تخطى كل شيء رافضا الاحتلال البريطاني المستبد. بالطبع الصورة الحقيقية أقل رونقا من ذلك، فلم يكن واشنطن رجلا فدائيا، لكنه كان قريبا من ذلك، فقد كان ماكرا ومراوغا وفي أغلب الأوقات رافضا للقتال. كان جيشه صغيرا وغير مدربا بالقدر الكافي، وقد شن حربا دفاعية متجنبا مواجهة التشكيلات الضخمة للجنود البريطانيين، وكانت معظم مناوراته عبارة عن مناوشات ضد عدو أكبر وأقوى، لذا كان يتبع نهج الضرب ثم الفر. كان واشنطن يقول لرجاله: لا تهاجموا الأماكن المحصنة جيدا أو حيث يتوقعكم العدو، فالأماكن التي يقل بها الخطر يقل بها استعداد العدو، ومن ثم يكون هناك احتمال كبير للنجاح. كان لديه حس قوي بالأماكن التي ستبدو بها المناوشات الطفيفة كأنها انتصارات كبيرة، ومعظم انتصاراته العظيمة لم تكن مواجهات مباشرة مع البريطانيين، فقد عبر وهو منهك للغاية ولاية الديلاوير في فجر يوم الاحتفال برأس السنة ليهاجم مجموعة من الألمان المرتزقة النائمين الذين ربما كانوا سكارى أو لا. كان في الواقع يتقن الانسحاب أكثر من التقدم. كان ماهرا في الحفاظ على الجنود، ولولا ذلك لفقدوا وانهزموا. نادرا ما كانت تتم محاصرة واشنطن، وقد كان دائما يجد طريقا للهروب مع الرغبة في إنهاك عدوه. كانت هذه المراوغة سلاحا قويا رغم أنه لم يكن براقا. ليس مفاجئا إذن أن يتم تجميل وتحسين سيرته باعتباره قائدا للجيش القاري وأول رئيس للبلاد. ولم يكن هو الجنرال الوحيد الذي فعلنا ذلك معه، فأسطورة التاريخ العظيمة التي روجتها الأفلام والقصص وجهلنا هي أن تلك الحروب دارت بين جيشين عظيمين واجها بعضهما في ساحة القتال. إنها فكرة مثيرة ومشجعة، لكنها أيضا خطأ للغاية. في دراسة أجريت على 30 نزاعا يتضمن أكثر من 280 حملة عسكرية بدءا من التاريخ القديم للتاريخ الحديث، جاء الاستراتيجي والمؤرخ العقاري بي اتش ليدل هارت بنتيجة مذهلة. فمن بين 280 حملة حققت 6 حملات فحسب الانتصار الحاسم بعد هجوم مباشر على جيش العدو الرئيسي. 6 حملات فحسب. إذا لم نحقق الانتصار من خلال المعارك المنظمة، فكيف سنحققه؟ بأية طرق أخرى؟ عن طريق المهاجمة من الميمنة أو الميسرة، أو مهاجمة أماكن غير متوقعة، أو التأثير على الحالة النفسية، أو من خلال دفع الخصوم للخروج من حصونهم، أو من خلال اتباع المنهج غير التقليدي من أي شيء، كما كتب هارت في كتابه المميز استراتيجي: الزعيم العظيم سيسلك الطريق الأكثر خطورة وغير المباشر، فإذا كان ضروريا سيعتلي الجبال أو سيسير عبر الصحراء أو المستنقعات مع عدد صغير من القوات، وقد يقطع عن نفسه وسائل الاتصال، وسيواجه جميع الظروف الصعبة بدلا من قبول خطر عراقيل الطريق المباشر. حين تكون يائسا وتحاول جاهدا بكل قوتك، وحين يخبرك الناس بأنك على وشك الانهيار، اتخذ خطوة للوراء ثم تحايل على المشكلة. ابحث عن بعض المميزات، اتجه حيث لا تتوقع أن تجد الحل. ما أول رد فعل تقوم به حين تواجه تحديا؟ هل تنفق الكثير من الأموال على المنافسة؟ هل تتجادل مع الآخرين في محاولة لتغيير الآراء المترسخة؟ هل تحاول الخروج مندفعا عبر الباب الأمامي؟ لأن الباب الخلفي والأبواب الجانبية والنوافذ قد تكون مفتوحة. أي كان ما ستفعله فإنه سيكون أصعب، كي لا نقول إنه مستحيل، إذا كانت خطتك تتضمن تحديا للفيزياء أو المنطق. بدلا من ذلك فكر في جراند الذي أدرك أنه يجب أن يدور حول فيكسبرغ وليس الهجوم عليها كي يسيطر عليها. فكر في فيل جاكسون مدرب كرة السلة المدرج في قاعة المشاهير
وفي مثلثه الهجوم الشهير الذي صمم لتوجيه الكرة تلقائيا بعيدا عن الضغط الدفاعي بدلا من المهاجمة مباشرة. فإذا لم نكن نتحلى بالمهارة الكافية بينما أتيح للاعبين الآخرين الوقت لبناء دفاعهم، سيكون من المستحيل مهاجمتهم. لذلك من الذكاء ألا حتى نحاول، بل يجب أن نركز على مواردنا المحدودة. إن السبب وراء كون بعض المهارات تبدو يسيرة على القادة العظماء ليس أنهم يتقنون النهج فحسب، بل لأنهم يفعلون القليل مقارنة بمن هم أدنى منهم في المعرفة. فهم يختارون بذل القوة المحسوبة والفعالة فحسب وليست المسببة للإجهاد، فهم لا يحاربون بأساليب غير مجدية. فكما قال أحد الأشخاص بعد مقاتلة جيجورو كانو مؤسس الجيدو الأسطوري الذي يصل طوله إلى 5 أقدام، محاولة قتال كانو أشبه بمحاولة القتال مع معطف فارغ. هذا يمكن أن يكون ما يحدث معك. تفوق منافسك عليك في العدد أو مواجهة خسارة أو أزمة مالية، كل هذه الأشياء ليست بالضرورة أن تكون سيئة، بل يمكن أن تكون ميزة، فهي مقومات تجعلنا أقل عرضة للانتحار من خلال المهاجمة وجها لوجه. تلك الأشياء تجبرنا على أن نكون مبدعين ونجد الحلول ونفعل أي شيء للفوز، بالإضافة إلى تحدي أعداءنا حين يكونون الأقوى. هذه هي العلامات التي تخبرنا بأنه يجب علينا أن ننظر للصورة من زاوية مختلفة. بالحقيقة التمتع بميزة الحجم أو القوة أو النفوذ هي بداية الضعف الحقيقي والحتمي، فعدم بذل الجهد لتحقيق النجاح يجعل من الصعب إتقان الأسلوب الجيد. فالأشخاص أو الشركات الذين يتمتعون بميزة الحجم لا يجب مطلقا أن يتعلموا هذا النهج، حيث إنهم قادرون على تحقيق الفوز اليسير من خلال القوة الغاشمة، وهذا فعال بالنسبة إليهم، ولكن لفترة محدودة إلى أن يقابلوك وتنفذ المهمة ذاتها بمهارة ومناورات بارعة. حين ترفض أن تواجههم بالطريقة التي يجيدونها وجها لوجه، نحن في لعبة الخطأ الصغير بها يؤدي إلى هزيمة فادحة. إذن فالقوة لا تكافئها القوة. بالطبع حين يتم دفعنا يكون رد الفعل الغريزي دائما هو مقابلة هذه الدفعة بأخرى تماثلها، لكن فنون القتال تعلمنا أنه ينبغي لنا أن نتجاهل تلك الرغبة. لا نستطيع أن نرد الدفعة بمثلها، بل يجب أن نقوم بجذب الخصم نحونا حتى يفقد توازنه، ثم نقوم بالحركة التي نريدها. استراتيجية الباب الجانبي توفر مساحة إبداعية واسعة، وهي لا تقتصر على الحرب أو العمل أو المبيعات. الفيلسوف العظيم سورين كيركجور نادرا ما كان يسعى إلى إقناع الناس بطريقة مباشرة من منطلق القوة النافذة التي كان يتمتع بها. بدلا من إلقاء المحاضرات كان يتبع نهجا يطلق عليه التواصل غير المباشر، حيث كان يكتب تحت أسماء مستعارة متبنيا في كل مرة وجهة نظر أو رؤية مختلفة. فكان يكتب عدة مرات في الموضوع ذاته من زوايا مختلفة ليعبر عن وجهة نظره بشكل جذري وعاطفي، ونادرا ما كان يقول للقارئ افعل هذا أو فكر في ذلك. بدلا من ذلك كان يعرض طرقا جديدة للتأمل في العالم أو فهمه. لا تحاول إقناع الناس من خلال تحدي آرائهم المترسخة بأذهانهم منذ أمد طويل. ابحث عن أرضية مشتركة بينكم وابدأ منها، أو ابحث عن ميزة تجعلهم ينصتون إليك، أو قدم البديل بدعم من الآخرين حتى يتخلى المعارضون طوعا عن وجهات نظرهم وينضمون لفريقك. الطريقة الفعالة ليس دائما هي الطريقة الأكثر إثارة للإعجاب، فأحيانا ما تبدو خدعة أو منافسة غير شريفة، كما يكون هناك الكثير من الضغط كي تحاول مجاراة الحركة بالحركة. كما لو أنك تمسك بالطريقة التي تناسبك يعد نوعا من الخداع. اسمح لي بأن أنقذك من الشعور بالذنب وجلد الذات. اتباعك للطريقة التي تفيدك لا يعد خداعا على الإطلاق. أنت تتصرف كاستراتيجي حقيقي، حيث لا تبذل كل ما لديك من جهد رغم قلة مواردك وتتمنى النجاح، ولا تهدر طاقتك في المعارك التي تقاد بالفخر والغرور وليس المميزات التكتيكية.
صدق أو لا تصدق، هذا هو الطريق الأصعب، وهذه الصعوبة هي ما تجعله. تذكر أحياناً يكون الطريق الأطول هو الطريق الأقصر للوصول إلى المنزل. استخدم العقبات ضد نفسها. الإنسان الحكيم قادر على الاستفادة حتى من أعدائه. لم يناضل غاندي من أجل استقلال الهند، بل إن الإمبراطورية البريطانية هي من قامت بكل المعركة وتكبدت كل الخسائر. هذا كان مقصوداً بالطبع، فالعصيان المدني وحملة الساتياغراها قوة الحق اللذان قام بهما غاندي أوضح أن الفعل له تعريفات كثيرة. إنه لا يعني دائماً المضي قدماً أو حتى التحرك بشكل غير مباشر، فهو يمكن أيضاً أن يكون مجرد اتخاذ موقف معارض. أحياناً يمكن تخطي العقبات عن طريق الانسحاب والسماح لها بمهاجمتك وليس العكس. يمكنك أن تستفيد من تدبير العدو في تدميره بينما كانت قوته ضعيفة مقارنة بالقوة التي يود أن يغيرها. اختار غاندي أن يستسلم لهذا الضعف وبالغ فيه وكشف عنه. فقد قال لأقوى جيش احتلال في العالم: سأقوم بمسيرة للمحيط لجمع الملح في انتهاك مباشر لقوانينكم. كان يحاول استفزازهم: ماذا ستفعلون حيال ذلك؟ ليس هناك خطأ فيما نفعله. كان يعلم أن هذا التصرف يضع السلطات في مأزق صعب للغاية، إما فرض سياسة الإفلاس أو التخلي عن المسؤولية. خلال تلك الأحداث توقفت القوة العسكرية الهائلة، فاستخدامها كانت له نتائج عكسية. مارتن لوثر كينغ الذي اتخذ من غاندي نموذجا يحتذى به قال لأتباعه إنهم سيقابلون القوة المادية بالقوة الروحية، بمعنى آخر سيستخدمون قوة المتناقضات في مواجهة العنف. سيتحلون بالسلمية وسيقابلون الكره بالحب، وخلال اتباع هذا المنهج سيستطيعون إبراز شر هذه الخصائص وبشاعتها. هكذا نجد أن التناقض يجدي نفعا، واللا فعل يمكن أن يكون فعلا. إنه يستغل قوة الآخرين ويسمح لنا بامتصاص طاقتهم والاستفادة منها. إنهم يدفعهم أو يدفع العقبات للقيام بالعمل بالنيابة عنا. سل الروس الذين انتصروا على نابليون والنازية ليس بحماية قوية لحدودهم، ولكن من خلال التراجع لداخل البلاد تاركين الشتاء يتعامل مع العدو الذي تورط في معارك بعيدا عن وطنه. هل هذا يعد فعلا؟ بالطبع، ربما يكون عدوك أو العقبة التي تواجهها لا يمكنك تخطيها كما كانت مع كثير من هؤلاء. ربما في هذه الحالة لا تملك القدرة على الانتصار على عدوك من خلال إنهاكه، أو أنك لا تريد المخاطرة بالتعلم من خلال الفعل. التجربة مرة أخرى لا بأس في ذلك، فلا تزال بعيدا عن الحاجة للاستسلام، لكن حان الوقت لكي تعترف بأن بعض المحن قد يكون من المستحيل بالنسبة لك تخطيها بغض النظر عن محاولتك الحثيثة. لكن عليك أن تجد طريقة لتستخدم هذه المحنة وطاقتها لصالحك. قبل اختراع قوة البخار كان قادة القوارب يتبعون طريقة بارعة لمقاومة التيار القوي الهائج لنهر الميسيسيبي. فالقارب المتجه نحو منبع النهر قد يجذب قاربا آخر متجها نحو تيار المياه، وبعد ربط حبل حول أحد الأشجار أو الصخور يتم ربط القوارب ببعضها، فالقارب الثاني سيتحرر وسيسمح للنهر بجرفه مع التيار قاذفا القارب الآخر نحو المنبع. إذن بدلا من أن تقاوم العقبات، ابحث عن طرق تجعلها تقاوم نفسها. هناك قصة شهيرة عن الإسكندر الأكبر تجسد هذه الفكرة، وكانت مثالا بارعا لجعل كيد العقبة في نحرها، حتى إنها لفتت انتباه المراقبين لها وجعلتهم يتوقعون أن هذا المراهق الطموح قد يسيطر على العالم يوما ما. بينما كان صبيا صغيرا استطاع ترويض حصانه الشهير بوسيفالوس، الحصان الذي لم يستطع حتى والده الملك المقدوني فيليب الثاني ترويضه، وذلك من خلال إنهاكه وإزعاجه. فبينما كان الآخرون يحاولون معه باستخدام القوة المطلقة والصياد والحبال ليكون مصيرهم في نهاية المطاف الركل والسقوط من فوقه، نجح الإسكندر في ترويضه من خلال الصعود على ظهره برفق ثم شد لجامه حتى يهدأ. وبعد أن أصابه الإنهاك
لم يجد بوسيفالوس خيارا آخر سوى الاستسلام لفارسه، وقد استخدم الإسكندر هذا الحصان المخلص في معاركه لمدة 20 عاما. الآن ماذا عن العقبات الخاصة بك؟ نعم، أحيانا نحتاج إلى التعلم من إيميليا إيرهارت أن نتحرك فحسب ونخطو خطواتنا الأولى، لكن علينا أن ندرك أيضا أن الامتناع عن الفعل قد يكون أفضل شيء نفعله. أحيانا تحتاج في حياتك إلى التحلي بالصبر وانتظار انسحاق العقبات المؤقتة. اترك خصومك يتجادلون معا ولا تتسرع وتشارك في الشجار، لأن المشكلة تحتاج أحيانا لأقل القليل من جهدنا وعدد أقل من الناس وليس أكثر. حين نريد شيئا ما بشدة يمكن أن نكون أسوأ أعدائنا، فلهفتنا قد تجعل من المستحيل أن نحصل على ما نريد. فعندما نلف عجلاتنا في الثلج أو الوحل نحفر أخدودا عميقا جدا لا نستطيع الخروج منه أبدا. نحن ننهك أنفسنا في محاولة المضي قدما لدرجة أننا ننسى أن هناك طرقا أخرى للوصول حيثما نرغب. فنحن لا نعلم أن الامتناع عن الفعل أو في بعض الحالات التراجع للخلف قد يكون أفضل طريقة للتقدم إلى الأمام. لا تفعل شيئا، قف فحسب. فنحن ندفع وندفع كي نحصل على زيادة في الراتب أو نكسب عميلا جديدا أو نمنع كارثة من الحوادث. في الحقيقة أفضل طريقة للحصول على ما نريد قد تكون إعادة النظر في تلك الرغبات أولا، والسعي لشيء آخر تماما، واستخدام العقبة كفرصة لاكتشاف وجهة جديدة. حين نفعل ذلك قد نقدم على تنفيذ مشروع جديد يحل بدلا من دخلنا غير الكافي، أو قد نجد أننا حين نتجاهل العملاء نجذب المزيد منهم لأننا نكتشف أنهم يريدون التعامل مع شخص لا يتلهف للعمل معهم، أو نعيد التفكير في الكارثة التي نخشاها مع الجميع ونجد طريقة لنستفيد منها في حال حدوثها. نحن نفترض خطأ أن المضي قدما هو الطريقة الوحيدة للتطور وتحقيق الفوز، ولكن أحيانا يكون الامتناع عن الفعل أو الانحراف جانبا أو التراجع للخلف هو أفضل طريقة لإزاحة ما يعرقل طريقنا. نيل الأمان يلتزم بعض الانصياع، ما يعني قبول فكرة أن الطريقة التي تريد أن تسير الأمور وفقا لها ليست ممكنة. فليس من الضروري أن تتبع الطريقة التقليدية، لكن ماذا بعد؟ المهم هو أن يقودك مناهجك إلى الوجهة التي تريدها. ودعنا نوضح أن استخدام العقبات ضد نفسها مختلف تماما عن عدم فعل أي شيء، بل المقاومة السلبية هي بالحقيقة تصرف فعال للغاية، لكن تلك الأفعال تأتي في صورة الالتزام والسيطرة على الذات وعدم الخوف والإصرار والاستراتيجيات الكبرى. الاستراتيجي العظيم شاول ألينسكي كان يعتقد أنك إذا دفعت الشيء السلبي بقوة وعمق كافيين فسينقلب إلى ضده. كل شيء سلبي لديه وجه إيجابي، ويكمن الفعل في الدفع للوصول إلى الوجه الآخر لتحويل السلبي إلى إيجابي. ينبغي أن نجد في هذا دافعا عظيما، فهو يعني أن عددا قليلا جدا من العقبات هو الذي سيكون صعبا علينا، لأن هذه الضخامة قد تكون ميزة لأننا نستطيع استخدامها ضد العقبة ذاتها. تذكر أن القلعة قد تكون حصنا منيعا وقويا، أو قد تتحول إلى سجن حين تحاصر. الاختلاف يكمن ببساطة في تغيير الفعل والمنهج. يمكننا استخدام الأشياء التي تعرقل طريقنا لصالحنا، تاركين لها مهمة إنجاز الأمور الصعبة نيابة عنا. وأحيانا يعني ذلك أن نترك العقبة كما هي بدلا من محاولة تغييرها. كلما ركض الحصان بوسيفالوس بشكل أسرع أصيب بالإنهاك، وكلما استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد العصيان المدني زاد التعاطف مع القضية، وكلما قاتلوا أكثر سهل عليهم الأمر، وكلما قاتلت بضراوة أنجزت القليل. إذن استبعدنا الإصابة بالإنهاك، وهذا الأمر ينطبق على مشكلاتنا أيضا. وجه طاقتك حين تعارضك الظروف، عد في الحال إلى نفسك ولا تفقد توازنك بطريقة لن تفيدك. كلما واصلت العودة إلى حالة الاتزان أصبحت أكثر جذبا لها. ماركوس أوريليوس. يمثل آرثر آش لاعب التنس
نموذجاً للتباين الرائع كي يتغلب على التمييز العنصري في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. تعلم من والده أن يخفي مشاعره وعواطفه داخل الملعب، فلم يكن يصدر رد فعل أو ضيق جراء الضربات الفائتة أو الكلمات السيئة من الجماهير. بالطبع لأنه لاعب ذو بشرة سمراء، لم يكن يستطيع التباهي أو الاحتفال، ولم ينظر له أحد على أنه لاعب مجتهد، لكن تركيبته وطريقة لعبه الفعلية كانت شيئا مختلفا. كل الطاقة والعواطف التي كان من المفترض أن يكبح جماحها كان يوجهها نحو طريقة لعب جريئة ورشيقة. فبينما كان يسيطر على تعبيرات وجهه، كان يطلق العنان لجسده ليصبح انسيابيا ومتحركا في كل أنحاء الملعب. أفضل وصف لأسلوبه يكمن في اللقب الذي اخترعه لنفسه، متحرر جسديا ومنضبط ذهنيا. بالنسبة لآرثر آش، هذه التركيبة تؤدي لمباراة تنس قوية. من الناحية الشخصية كان يسيطر على مشاعره، لكن عند اللعب كان يتحول لشخص مقدام وجريء وهادئ، فكان يقذف الكرة ويصنع ضربات تجعل اللاعبين الآخرين يلهثون. كان قادرا على فعل هذا لأنه كان حرا، الحرية اللازمة في مثل هذه الظروف، الحرية الداخلية. كان اللاعبون الآخرون قادرين على الاحتفال أو الدخول في نوبات غضب أو التحديق بسخط إلى الحكام والمعارضين، ولم يكونوا قادرين على التعامل مع ضغط المباريات الصعبة كما كان يفعل آش. فهم كانوا يعتبرونه خطأ، مجرد شخص بربري يكبح مشاعره. بالطبع من الضروري التنفيس عن المشاعر، لكن آش كان يستغلها كوخود ليزيد من سرعته في ضرب الكرة ورفعها. فمع الحماسة التي كان يلعب بها، لم يكن هناك مكان للهدوء أو التعقل الذي يغلف نفسه بنفسه. المحنة قد تحولك لشخص قاس أو قد تجعلك هادئا وتصنع منك شخصا أفضل إذا سمحت لها بذلك. أعد تسميتها وتغلب عليها، هذا ما كان يفعله آش. ككثير من الرياضيين الآخرين ذوي البشر السمراء، الملاكم جو لويس على سبيل المثال، كان يعلم أن مشجع الملاكمة من العنصريين ذوي البشر البيضاء لن يتقبل ملاكما عاطفيا ذا بشر سمراء. لذلك كان يخفي كل مشاعره ويظهر بوجه خال من أي تعبيرات. كان معروفا بلقب الإنسان الآلي، إذ كان يرهب خصومه من خلال الظهور بمظهر غير آدمي. لقد استغل العيوب وحولها إلى مميزات داخل الحلبة. لدينا جميعا قيود علينا التعامل معها ومراعاتها، كالقواعد والأعراف الاجتماعية، في حين أننا قد لا نرغب في ذلك. على سبيل المثال، الزي الرسمي أو المراسم أو الإجراءات أو الالتزامات القانونية أو التدرجات داخل الشركة، كل هذه الأمور ترشدنا إلى الطريقة التي يجب أن نتصرف وفقا لها. فكر في الأمر كثيرا وستجد أنه يتحول إلى شيء ثقيل وخانق، وإذا لم نتوخى الحذر فسيؤدي ذلك إلى خروجنا من اللعبة. بدلا من الاستسلام إلى الإحباط، يمكننا استغلاله، يمكننا استخدامه لدعم أفعالنا التي على عكس حالتنا المزاجية. ستصبح أقوى وأفضل حين تتسم بالتحرر والشجاعة. بينما يستحوذ على الآخرين فكرة مراعاة القواعد، نقوم نحن بتقويضها بدهاء وتحويلها لصالحنا. فكر في المياه، حين يقيم الإنسان صدا لصدها لا تظل راكدة فحسب، بل تخزن طاقتها ويتم استغلالها لتزويد محطات توليد الكهرباء التي تنير بلدانا بأكملها بالطاقة. لقد تحول توسان لوبرتور العبد الهايتي السابق إلى جنرال، مثيرا غضب أعدائه الفرنسيين الذين قالوا عنه يستطيع هذا الرجل أن يحقق نصرا في كل مكان. فكان مرنا ومنطلقا للغاية حتى لقب بلوبرتور أو الفاتح. كل شيء في حياته كان بمثابة عقبة، لكنه حول العقبات إلى فتوحات. لماذا ينبغي للجنود أو السياسيين أو الجبال أو نابليون ذاته أن يكونوا مختلفين عنه؟ أما نحن فنشعر بالانزعاج الشديد حين تتوقف شاشة العرض بدلا من تركها وإجراء حديث مثير دون ملاحظات، ونثرثر مع زملائنا بدلا من أن نكتب شيئا مفيدا على لوحة المفاتيح. نحن نسيء التصرف بدلا من أن نفعل فعلا حقيقيا. لكن
فكر في الرياضي الماهر الذي يصيب الهدف دائما ويحقق نجاحات مستمرة، وفي العقبات التي يواجهها دائما فهو يتخطى حالات العجز التي تصيبه، وكل ركلة أو رمية تصيب هدفه ويتلاشى بعدها التعب. هؤلاء الرياضيين قد يتوقفون عن تنفيذ هذا الفعل أو ذاك، لكنهم لا يتخلون عن هدفهم. هناك عوامل خارجية تؤثر على الطريق، لكن ليس على الوجهة، وهي التقدم إلى الأمام. ما عقبات حياتنا التي من الممكن أن تقاوم هذه المهارة القوية والمرنة والرائعة؟ التحرر والاسترخاء الذهني والبدني لا يتطلب موهبة، إنها مغامرة فحسب. نحن نريد الفعل المناسب وليس الفعل المؤقت. لكن ماذا عن الشد الذهني والبدني؟ هذا يدعى القلق، إنه لا يجدي أيضا لأنه يؤدي بنا إلى الغضب الشديد. إذن ماذا إذا اجتمع الاسترخاء البدني مع الكبح الذهني؟ هذه هي القوة، إنها قوة تقود خصومنا ومنافسينا إلى الجنون، حيث يظنون أننا نعبث معهم. إنها قوة باعثة على الغضب، كما لو أننا لا نخوض حتى المحاولة وانعزلنا عن العالم، أو كما لو أننا محصنون من عوامل الضغط الخارجية والقيود الموضوعة أمام مسيرتنا نحو أهدافنا، لأننا كذلك بالفعل. اغتنم الفرصة. الماهرون هم الذين لا ينتظرون الفرص، بل يغتنمونها ويحاصرونها ويسيطرون عليها ويجعلونها في خدمتهم. إدوين تشابل. في ربيع عام 2008 تعرضت حملة باراك أوباما الرئاسية لمأزق كبير تمثل في التصريحات التحريضية والعنصرية التي أدلى بها مرشده الروحي جيريميا رايت، ما هدد بانهيار حملته وكسر التآلف الأول الذي أسسه بين أصوات ذوي البشرة البيضاء والسوداء في لحظة فارقة في الانتخابات الأولية. قضايا العرق والدين والتركيبة السكانية والخلافات تجمعت في مأزق واحد. كان ذلك نوعا من الكوارث السياسية التي لا تتحملها الحملات السياسية، حيث كانت تترك معظم المرشحين عاجزين بسبب الخوف من اتخاذ أي فعل، فيكون رد فعلهم المعتاد هو الاختباء والتجاهل أو التعتيم أو العزلة. بغض النظر عن الآراء الشخصية في سياسات أوباما، فلا أحد يستطيع إنكار ما حدث لاحقا، فقد حول واحدة من اللحظات الحرجة في حملته الانتخابية إلى هجوم مفاجئ. على عكس كل النصائح والأعراف، قرر أن يقدم على الفعل وأن يجعل من هذا الموقف السلبي لحظة تعلم. وجه أوباما الانتباه والطاقة التي اكتنفت هذا الجدال ليجذب جمهورا وطنيا، ويتحدث مباشرة إلى الشعب الأمريكي عن القضايا العرقية التقسيمية. كانت الخطبة المعروفة اليوم باسم اتحاد أكثر مثالية بمثابة لحظة تحول. فبدلا من أن يعزل نفسه، واجه أوباما كل شيء مباشرة، وحين فعل ذلك لم يتجنب جدلا كارثيا فحسب، بل خلق فرصة ليرفع رصيده في الانتخابات. وبعد أن امتص الغضب الناجم عن ذلك الموقف السلبي، أصبحت حملته مفعمة بالطاقة التي مكنته من الوصول إلى البيت الأبيض. إذا كنت تعتقد أنه من الكافي استغلال الفرص التي تطرأ في حياتك، فأنت بعيد عن النجاح. أي شخص واع يمكنه فعل ذلك. ما يجب أن تفعله هو تعلم كيفية المضي قدما تحديدا عندما يرى كل من حولك أنك تواجه كارثة. ففي اللحظات التي تبدو سيئة ولا يتوقعها الآخرون، نستطيع نحن أن نتصرف سريعا وعلى حين غرة لنحقق انتصارا كبيرا. فبينما يسيطر على الآخرين الإحباط، سنكون نحن في حالة أفضل. سنرى اللحظة بطريقة مختلفة وسنتصرف وفقا لذلك. تجاهل السياسة وركز على النصيحة الاستراتيجية الرائعة التي تلقاها أوباما من مستشاره رام إيمانويل. لا تدع أزمة خطيرة تذهب هباء، فالأشياء التي أجلناها لفترة طويلة والتي كانت متعلقة بالمدى البعيد هي الآن عاجلة ويجب التعامل معها. فالأزمات تتيح لنا الفرصة للقيام بالأشياء التي لم يكن بمقدورنا القيام بها من قبل. إذا نظرت إلى التاريخ، ستجد أن بعضا من قادتنا العظماء استخدموا الأحداث الصادمة أو السلبية للقيام بتعديلات ملحة
لم يكن من الممكن القيام بها من قبل، نستطيع أن نطبق ذلك على حياتنا. دائما ما تخطط لفعل شيء، كتابة سيناريو أو السفر أو البدء في مشروع تجاري أو الاقتراب من أحد الناصحين أو إطلاق حملة. حسنا، الآن حدث شيء ما، بعض الأحداث الهدامة كأخفاق أو حادثة أو محنة استغلها، ربما تكون ملازما للفراش في فترة النقاهة. حسنا، فأنت لديك الآن وقت للكتابة. قد تكون مشاعرك مختلطة ومؤلمة، حول ذلك لطاقة معينة. هل فقدت وظيفتك أو أخفقت في علاقة ما؟ هذا مريع، لكنك الآن تستطيع السفر دون أعباء. هل لديك مشكلة؟ الآن أنت تعلم بالضبط ما الذي ستتحدث فيه أنت ومرشدك. اغتنم هذه اللحظة لتطبق الخطة التي ظلت كامنة في ذهنك. كل رد فعل كيميائي يتطلب محفزاً، فلتكن أنت المحفز. الأشخاص العاديون يهربون من المواقف السلبية كما يفعلون مع الإخفاق، فهم يبذلون قصارى جهدهم ليتجنبوا المشكلات، لكن الأشخاص الناجحين يفعلون عكس ذلك. فهم يبذلون قصارى جهدهم في تلك المواقف ويحولون الفواجع الشخصية أو الأحداث السيئة، حقا أي شيء وكل شيء، لصالحهم. لكن ماذا عن أزمتك؟ أنت تدعها تذهب هباء حين تتفرغ لرثاء نفسك وتستسلم لشعور الإنهاك أو الضيق. لعلك نسيت أن الحياة تعين الجريء وتفضل الشجاع. نحن نجلس هنا ونشكو أننا لا نمنح الفرص في حين أننا نحصل عليها بالفعل. في لحظات معينة خلال حياتنا القصيرة نواجه محنا عظيمة، ودائما ما تكون هذه المحن باعثة على الإحباط والشعور بسوء الحظ والظلم، وغالبا ما تأتي في الوقت الذي لا نكون فيه بحاجة لها على الإطلاق. السؤال هو، هل سنقبل بذلك باعتباره حدثا سلبيا، أم سنتخطى ما يمثله من سلبية وقسوة ونرد الهجوم؟ أو لنكن أكثر دقة، هل نرى أن هذه المشكلة تمثل فرصة لحل كنا ننتظره طويلا؟ إذا لم تستغل الفرصة فلا تلومن إلا نفسك. وصف نابليون الحرب في كلمات بسيطة، وهي أن الجيشين المتحاربين ليس إلا جسدين يتصارعان ويحاولان إرهاب بعضهما بعضا. وفي وقت الصدام تكون هناك لحظة ذعر يستطيع القائد الأكثر تفوقا أن يحولها لصالحه. كان رومال مشهورا بتمتعه بحاسة سادسة تشعره باللحظة الحاسمة في المعركة. كانت لديه قدرة حادة على الشعور حتى في ذروة انفعالة، باللحظة المناسبة التي يكون فيها قد شن هجوما فعالا للغاية. وهذا ما كان يسمح له بشكل متكرر ومذهل بأن ينتزع النصر من بين فكي الهزيمة. حينما كان الآخرون يرون الكارثة أو على أفضل حال الضوضاء والغبار الطبيعي للحرب، كان رومان يستشعر الفرص. كان يقول، إنني أملك نعمة استشعار الجانب الضعيف للعدو، وبناء على ذلك المشاعر كان يهاجم بكل ذرة من طاقته، محافظا على الوتيرة ورافضا الاستسلام. يبحث القادة العظماء على لحظات اتخاذ القرار الحاسم، لأن الطاقة التي توجه نحو تلك اللحظات هي التي تزيل الصعاب. فهم يضغطون ويضغطون ويضغطون، وحين يبدو الموقف صعبا أو أن الطريق مسدود يضغطون مرة أخرى. ففي كثير من المعارك كما في الحياة ستصل القوتان المتحاربتان لنقطة إنهاك متبادلة، والشخص الذي ينهض في صباح اليوم التالي بعد يوم طويل من القتال والحشد بدلا من التراجع، الشخص الذي يقول أنوي مهاجمتهم وضربهم هنا والآن، هو الذي سيحقق الانتصار بتعقل. هذا ما فعله أوباما، لم يتهرب أو يستسلم للإنهاك رغم الانتخابات الأولية الطويلة التي كانت على وشك الانتهاء، لكنه استجمع قواه في اللحظة الأخيرة، أعاد تشكيل التحدي وانتصر. فقد حول الحادثة البشعة إلى لحظة تعلم، وإلى واحدة من أكثر الخطب عمقا في تاريخنا عن القضايا العرقية. لا يجب أن نتخطى العقبة فحسب، بل يجب أن نحولها لسلاح هجومي. استعد للإخفاق. في هذه الأثناء ابذل كل ما بوسعك لاتباع القاعدة التالية، لا تستسلم للشدائد،
ولا تثق بأوقات الرخاء، وكن على علم بأن الحظ معتاد التصرف كما يروق له. سينيكا. يمكننا التحكم في تصوراتنا، ويمكننا توجيه أفعالنا، ونستطيع دائما أن نفكر بوضوح، ونستجيب بإبداع، ونبحث عن الفرص، ونسيطر على المواقف. لكن ما لا نستطيع فعله هو السيطرة على العالم من حولنا، على الأقل ليس بقدر ما نود. قد نتصور الأشياء بشكل جيد ثم نتصرف بطريقة مناسبة، إلا أننا قد نخفق في النهاية. فكر في الأمر بهذا الشكل، لا شيء يستطيع منعنا من المحاولة أبدا، بغض النظر عن الإبداع والتفاني. وبعد أن نكون قد أجرينا محاولتنا، قد تكون بعض العقبات عصية على التجاوز، وبعض الأفعال قد تكون مستحيلة، وهناك طرق وعرة، وهناك أشياء أكبر منا. ليس بالضرورة أن يكون ذلك شيئا سيئا، لأننا نستطيع تحويل هذه العقبة إلى فرصة لممارسة بعض الفضائل أو المهارات الأخرى، حتى لو كانت مجرد تعلم قبول فكرة أن الأشياء السيئة تحدث، أو ممارسة التواضع. إنها قاعدة مرنة بلا حدود. في كل موقف، الشيء الذي يعرقل طريقنا يمنحنا بالفعل طريقا جديدا مع جزء جديد منا. إذا تسبب شخص تحبه في إيذائك، فهناك فرصة لممارسة فضيلة التسامح. وإذا أخفقت في مشروعك التجاري، فإنه يمكنك ممارسة القبول. وإذا لم يكن هناك أي شيء آخر لتفعله لنفسك، فعلى الأقل يمكنك مساعدة الآخرين. وكما قال ديوك إلينغتون، إن المشكلات فرصة لنا لإظهار أفضل ما لدينا. إظهار أفضل ما لدينا فحسب، هذا هو كل ما في الأمر، وليس فعل المستحيل. علينا أن نستعد للعب والخسارة. استعد في نهاية اليوم ألا تحقق أي شيء، فأي شخص يسعى لهدف يصطدم وجها لوجه بهذه الأشياء مرات ومرات، وأحيانا لا يكون للتخطيط أو للتفكير أو محاولتنا الحثيثة ومثابرتنا الصابرة أي دور في تغيير حقيقة أن بعض الأمور قد لا تسير وفقا لهوانا. قد يستخدم العالم عددا أقل من الشهداء. إننا نميل بفطرتنا إلى أن نكون من هؤلاء الذين يحاولون إنجاز المهام. نحاول مستخدمين كل شيء نحصل عليه مهما كانت الآراء، كما نكون مستعدين لتقبل الأمر والانتقال إلى الخطوة التالية. هل هذا الكلام ينطبق عليك؟ أعلم أنه من السهل أن تتسم بهذه الصفات.